اهلا بيكم. لو تسالني النهارده ايه المناشده او القضيه الرئيسيه اللي لازم تكون على ملف كل مسؤول في بلدنا، كل مسؤول، هما ثلاث حاجات عايزهم المواطن النهارده، هو عايزهم طول عمره. اول حاجه الاكل. انا عايز كمواطن الاكل يبقى متوفر واسعاره في متناول ايدي. تاني حاجة التعليم وكل مستلزماته تحللي مشاكله. وتالت حاجة الصحة. وغير كده يا عم أنا مش عايز بيلك أي حاجة، لا أكلمك لا على ديمقراطيات ولا حريات ولا نهضة ولا تنمية، دي ملفات بتاعت الدولة. الأكل، الأكل النهاردة بأسعاره المرتفعة جدا عايزة شدة جامدة من الحكومة. الرقابة على الأسواق ينبغي أن تكون مستمرة على مدار الساعة. ما ينفعش المواطن يتساب لتجار جشعين، والدولة المصرية تمتلك أدوات تقدر بيها تظبط السوق وتضرب على إيد كل تاجر. ولو وصلنا إلى تحديد هامش للربح في السلعة نعمل ده. إحنا مش دولة غنية زي فرنسا. فرنسا كدولة أوروبية واقتصاد حر عندها هامش لسقف الربح، لا أحد يستطيع أن يتجاوز 30% ربح في أي سلعة حد أقصى. الزميل العزيز والأخ الأستاذ محمد شيرتي وإحنا زميلنا بعض في جريدة الوفد في بدايات شبابنا كاتب بوست من شوية، بوست مهم جدا بيأكد الكلام اللي أنا بقوله. بقول لك أنا رحت أشتري لمؤاخذة جزمة فقريت السعر 1390 جنيه فقلت ده كلام محترم جدا، داخل بقى بكل قوة عايز الجزمة دي، ده سعر حلو، أنا كنت عايز أعرف هشتريها منين ونروح نشتري زيها. قال لك لما دخلت لقيت صاحب المحل بيديني الجزمة وقال لي لا ده مش ب 1390 ده ب 13990 ب 14000 جنيه. شردي قصد ان هو بيسافر بره كتير بيقول لك الجزمه دي تمنها في امريكا 60 دولار. هنا انا عايز اتوقف قدام هذه المعلومه، ومعلومه شردي حقيقيه. معلومه شردي اللي سافر بره وبيشتري ملابس من بره يعرف السعر ده. طيب هسالك وحيات يعني ابوك يا شيخ، حاجه بتتباع بره ب 2000 جنيه. يعني انا بشتريها من محل مثلا في امريكا ب 2000 جنيه، المحل ده مفروض كسبان فيها صح؟ ما بشتريهاش من المصنع، ما بشتريهاش جمله. انا هستوردها كتاجر في مصر هنا وهشتريها من المحل بنفس السعر ال 2000 جنيه. هدفع عليها قد ايه جمارك، ضرايب، عماله، ايجار محل، كهرباء؟ هقول ايه؟ 2000 جنيه كمان؟ ادي اربعه. يوم ما ابيعها اكسب فيها كام؟ ما انا دافع اربعه اكسب فيها 25%، الاربعه يبقوا خمسه. هل ينفع تتباع ب 14000 جنيه؟ انا بدي لك ده كنموذج. حجم الاستغلال في السوق المصري مرعب. المواطنين متباعين متسلمين تسليم اهالي للتجار الجشعين. انا عايز هنا حكومه تتدخل، عارف دورها وعارف انها مجهده ومرهقه في تفاصيل كتيره، بس انا بدي ده كمثال، بدي كمثال على تليفون محمول، بدي كمثال على حذاء، بدي كمثال على قميص. وانا ليه ما اتمتعش كمواطن مصري ان انا البس يا عم براند ولا حاجه نظيفه وقيمه؟ بكلمك جد والله، ايه اللي يخلي التاجر الجشع يكسب في الحاجه 1000%؟ ده بيحصل في بلدنا. يعني في اصدقاء لما يسافروا فانت تقول له النبي بقول لك ايه، عايز تيشيرت والمقاس كذا وبتاع، والله يجي يحاسب لي عليه 500-600 جنيه وماركه. تروح المولات الكبرى تلاقيه ب 5-6000 جنيه. معقوله 12 ضعف؟ معقوله؟ ليه؟ يعني ايه الرغبه في الجشع اللامتناهي؟ لا يوجد سقف للربح في البلد دي، ولازم الدوله فعلا تضغط. تعدي هات لي فاتوره الاستيراد البتاع دي، انت جايبها بكام؟ واقف عليك بكام؟ 800 جنيه بالضرايب بالجمارك؟ ازاي تبيعها ب 6000 جنيه؟ ازاي تبيعها؟ اديني تفسير. اللي انا بتكلم عليه النهارده لابد من
رقابة حادة في الأسواق. إحنا متسلمين بقول لك ليه كل تجار وكل جشع، والدولة المصرية من القوة وتمتلك الأدوات أنها تستطيع أن تضبط الأسواق. هطلع فاصل قصير ونرجع نكمل في هذا الموضوع. كبير بتعمله الدولة والحكومة فيما يتعلق بالرغبة في إتاحة السلع وإنها تكون بقدر الإمكان في متناول إيد الناس. بس للأسف الحكومة بتتجاهل نقطة مهمة أوي، ألا وهي جشع التجار. في تاجر جشع مصر يكسب 10 أضعاف قيمة رأس المال اللي هو بيتاجر بيه. ليه الحكومة تتعامل بقفازات ناعمة؟ لا، الدولة تمتلك أدوات وحاجات كتيرة قوي تستطيع أنها توقف كل تاجر مستغل. أنا ضربت مثل قبل الفاصل في بداية الحلقة بقطعة بتباع في أمريكا ب$60، يعني قرابة 2000 جنيه، معروضة في إحدى المولات ب14,000 جنيه. قص على ذلك هي مش مجرد حذاء بيتباع بره بكام وهنا بكام. بسهوله قوي تقدر تدخل دلوقتي على جوجل وتكتب اسعار كل حاجه في اي حاجه في العالم، هتعرف ان احنا بيتم استغلالنا واحنا اساسا دخولنا بسيطه. يعني انا عايز اعرف ده في امريكا بيقول لك الجزمه اللي معروضه هنا في مصر ب14,000، في امريكا ب2000 جنيه. دي امريكا شيكا بيكا اللي فيها الدولار والفلوس والشغل والكلام، جاي عليا انا كمواطن غلبان وبتستفزني. انا عايز الحكومه تحدد سقف للربح في عدد معين من السلع. يا سيدي ما تحددهوش في العطور ولا المكياج بتاع السيدات، ماشي، بس تقدري تتدخلي وبقوه. ما دي مافيا استيراد. تعال انت هنا مستورد ده بكام؟ يعني ايه تبيع الحاجة ب10 أضعافها؟ لازم وقفة، لازم وقفة. وإن ما كانتش الوقفة استلموا في الضرائب. استلموا في الضرائب ازاي؟ السلعة اللي انت جايبها من امريكا دي قيمتها 2000 جنيه، انت بايعها ب14,000 جنيه، انت عندك مكسب 12,000. يلا بقى اديني حقي، هو هي كده. انما هو يطلع لك في نهاية السنة ان هو خسران؟ لا مش خسران، هناك جشع كبير جدا لغالبية التجار في مصر، لغالبية المستوردين في مصر، ولابد من وقفة حادة وحازمة من الدولة المصرية بكل أجهزتها رحمة بالمواطن. وأنا بقولها على الهوى أهو إن في تجار مستغلين جشعين. مفيش حاجة كده في الدنيا بالمناسبة، مفيش حاجة كده في الدنيا. مفيش حاجة اسمها حتة تيشيرت بره بيتباع ب500-600 جنيه مصري، يعني ب$20 مثلا ولا $15، وانت تبيعه لي هنا ب5,000-6,000 جنيه. انا بدي مثال، قيس بقى على كل حاجه. ما احنا بنستورد حاجات كتير، 65% من احتياجاتنا بنستوردها، وعمر الاستيراد ما هيقل في البلد دي لانه كل مستورد، اغلب المستوردين عشان ما عممش جشعين، بيستورد بملاليم ويبيع بملايين. ده حاصل في البلد؟ حاصل في البلد. امال اللي بيشتري فيلا في مراسي ب216 مليون جنيه جايبهم من ايه؟ ما جايبهم من الكلام ده. مفيش ربح في العالم، مفيش. العالم كله في ظل الازمه الاقتصاديه ومعدلات النمو، التاجر اللي يصفي من 7-10% بعد خصم مصروفاته في الازمات دي، ده يبوس ايده وشه. ده يا راجل
انا اعتقد ان تجاره المخدرات ما بتحققش المكاسب اللي بيحققها غالبيه المستوردين من الخارج. بكلمك جد، بقول لك خش على الانترنت، الشباب الصغير دول ولادك يقدر يجيب لك سعر السلع في مصر بكام وبره بكام. فانا بدعو المحترم دكتور مصطفى مدبولي بما يمتلك من اجهزه تحت امره الحكومه انه يتدخل في مثل هذه الملفات، وده ايضا في الاكل والغذاء، كل حاجه كل حاجه لازم يبقى لها سعر. لكن هنسيب المواطن بهذا الشكل؟ اي جهد هتعمله الحكومه مش هيبان. عارف ليه؟ لانه بيخش جيب التاجر. يعني مش الريس لسه واخد حزمة قرارات اجتماعية مفروض انا كمواطن بقى مبسوط بيها، جاي لي 600 جنيه جاي لي كذا، مع الاستغلال اللي انا شايفه من التجار والمستوردين هيلتهم كل ده. اذا كل جهد هتعمله الحكومة هو جهد ضائع ينتقل الى جيوب المستوردين. تعال اخدك ليه ملفين مهمين احنا داخلين عليهم خلال الايام القليله القادمه. ملف يتعلق بالتعليم وملف يتعلق بالامطار. وبصراحه انا يعني عجبني ان فيما يتعلق باستعدادات الحكومه والمحافظين للامطار كان جيدا. احنا داخلين عصر متغيرات مناخيه، فمش عايز مسؤول يتفاجئ ويقول لك اصل انا اتفاجئت ومش عارف معدل الامطار كمل لي. لا، في احياء او المدن الجديده نزلت بناء على تكليف من رئيس الوزراء بمتابعه الشوارع ويشوفوا المصافي بتاعه المطر وهل هي جاهزه لاستقبال الامطار الغزيره لو حصلت. ده حصل بالمناسبه في محافظات كثيره. الاسكندريه مثلا ابتدوا يستعدوا لاستقبال فصل الشتاء وطهروا الشنايش بجميع الأحياء. ده على أساس إيه؟ اسكندرية محافظة مطيرة، لو حصلت بهذا الشكل الأمطار يبقى احنا مستعدين. القاهرة عملت كده، المدن الجديدة عملت كده، البحر الأحمر عمل كده. يبقى الصورة اللي على الشاشة دي يعني أنا بقول لك في متغيرات مناخية، ما تعرفش الدنيا هتبقى عاملة إيه. الاستعدادات دي مهمة جدا جدا. هتيجي تقول لي بتشكر الحكومة على ايه؟ ما هو ده دورها. اهو احنا برضو بننتقد الحكومة لما بتكون مقصرة في حاجة، فانا لازم اشجع المسؤول واقول له برافو عليك كمل، يعني ما يبقاش كله ضرب ضرب يعني. فالمحافظين في المحافظات الساحلية او كل محافظات مصر، ما تقوليش انا محافظة ما عنديش مطر، ما تقوليش انا في اسوان انا في الصعيد، ما تضمنش الضربة تيجي منين. متغيرات مناخية للصبح، احنا المطر شفناه في الصيف في مكة وجدة مثلا والامارات، في تغيرات مناخية حادة لازم نكون مستعدين ليها. ففيما يتعلق باستعداد المحافظات ده شيء رائع، واتمنى طبعا يستمر. والمحافظ اللي عايز اعتمادات مالية يبلغ رئيس الوزراء عشان يكلف وزير المالية بتدبيرها. الملف التاني اللي احنا رايحين له المدارس. في توجيه من وزارة التربية والتعليم ودكتور رضا حجازي الذي يعمل في صمت للأمانة. بص الراجل ده ما بيتكلمش ولا بيكتب بوست ولا بيعمل اي حاجة، بص مختفي رغم هو جوه كل بيت مصر، ما هو كل بيت فيه تلميذ او اكتر يعني. فتم التنبيه على المدارس. واحد، شوفوا لي الصيانات، الحنفية المكسورة، الحوض المكسور، قاعدة الحمام، الباب الخشب. مش عايزين اعاقات في طلوع الولاد للفصول. ما تحط ليش بقى ايه حتة حديدة هنا خشبة في السلم يجي حمادة وهو طالع رايح فصله يتكسر. لا، الوزارة كمان طلبت المديريات تتابع وتشرف على المدارس على أسطح المدارس اللي بتبقى مليانة كراكيب والكلام ده. استعدادات، ما هو انت عارف مش احنا عندنا قبل ما يدخل رمضان لازم مراتك تقول لك بقول لك ايه، احنا عندنا تنظيفة رمضان اللي هي ايه بعرفهاش، وعندنا تنظيفة العيد
يعني لا ما البيت نظيف اهو، تقول لك لا اصل انا شايفه حاجات انت مش شايفها كراجل يعني. طب ماشي يا ست نظف لي. تنظيفه العيد وتنظيفه رمضان دي عاملاها الوزاره او الحكومه مع المدارس. ليه؟ انت عندك ملايين التلاميذ بيتوجهوا في خلال الايام القادمه للدراسه. فانا عايز اكون مطمن على ابني وبنتي وهم في قلب المدرسه، ما يبقاش في لوح ازاز مكسور فيجي مطر وشويه هواء يعور ولادنا. في صيانه، في كمان حاجه حلوه، يعني انا فاكر طبعا زمان قوي يعني لما كان الواحد في المدارس كنا كلنا بنروح يوم السبت كل من اولى لسته ابتدائي، لا دلوقتي عشان التدافع والكلام ده عاملين حاجه كويسه قوي، يعني مثلا يوم السبت تروح سنه اولى ابتدائي، يوم الاحد تانيه ابتدائي وهكذا. علشان ما يحصلش تدافع. دي حاجه كويسه الوزاره عاملاها. انا بقى عايز اقول ايه للوزاره؟ هي الوزاره بتقول احنا يعني طالبنا مدراء المدارس بالتساهل في مساله المصروفات. عايز بس اقول لكل ولي امر، انت متصور ان مدير المدرسه وانت بتدفع المصروفات بيروح واخدها مثلا دفع 200 جنيه فال 200 جنيه بتروح على وزارة التربية والتعليم. لا، جزء كبير من هذه المصروفات بتبقى موجودة في المدرسة ومديرية التربية والتعليم كمخصصات للإنفاق على المدرسة طول العام، كان انت بتدعم المكان اللي ابنك بيتعلم فيه. طيب في وزارة التربية والتعليم ما بقاش التعليم زي زمان اللي هو انا بتعلم تعليم حكومي وشكرا، لا بقى في تجريبي عربي، في تجريبي لغات، بقى في قومي، بقى في ياباني، يعني مدارس. فيما يتعلق بالمصروفات التقليديه للمدارس الحكوميه انا مش هتكلم على 200 جنيه، بس عايز بس اناشد الساده مدير المدارس يعني والسيد وزير التربيه والتعليم مفوضهم في ده، بلاش نقرص على ولي الامر وتقول له لازم تدفع ال1000 جنيه وال2000 جنيه والثلاثه والاربعه والخمسه. مفيش مشكله يا سيدي لما نقطعهم، يعني قطع المشوار معايا كده، بلاش تيجي تقول لي هات ال 4000 جنيه لولادك الاثنين، يا عم خد 1000 لان انا لسه شاري شنط ومرايل ولبس والكلام ده والسبلايز ده ولا اسمه ايه اللي طلعوا لنا فيه، وكمان شهرين تفرج يعني، ما الدنيا كلها زنقه برضه، صح ولا لا؟ يبقى انا اقعد اقطع معاك المصاريف دي. اتمنى ان يصدر المحترم دكتور رضا حجازي توجيه لجميع المدارس ومديريات التربية والتعليم فيما يتعلق بالمدارس الحكومية اللي مصروفاتها 1000 و2000 و3000 اللي هي التجريب لغات والكلام ده بتقسيط الفلوس دي على 4 دفعات. مش عيب والله لو عملتها لي شهري، مش عيب، دفعني يا عم الربع والباقي بقى مشيها كده جدولة يعني كأنها جمعية. ما احنا لازم نعدي ده، لازم نعدي الأزمة دي. حط نفسك مكاني كولي امر، شوف انا بشتري ايه. ده دخول مدارس بقى مشكله. ابويا الله يرحمه كان اخره ايه؟ هو امي مرياله تيل ناديه وشنطه قماش، دي كلنا كان عندنا شنط قماش. الابن الغني وابن الفقير بالمناسبه ما عرفناش الشنط الجلد دي الا فين بقى لما دخلنا الجامعه. لكن دلوقتي لا، انا حماده ابني عايز شنطه عليها سبايدر مان ومش عارف طرزان ولا ايه، وبقى في حاجه اسمها اللانش بوكس. يعني ام الله يرحمها كانت تلف لنا السندوتشين دول ولا سندوتش بلدي في طعميه ولا شويه طحينه ولا حلاوه وفي كيس بلاستيك وجوه الشنطه القماش وشكرا. دلوقتي لا، بقى في ميه معدنيه وعلبه عصير وثمره فاكهه. طبعا لازم نهتم باكل اولادنا، ما عنديش مشكله، بس انا قصدي انا بقيت بتكلف كولي امر. عايز المدرسة برضو تتعاون معايا، انا ما بقولش انا هتهرب من سداد المصروفات. ولان احنا بنتكلم على التعليم ايضا، لا عايز اروح للجامعة. الجامعة مصرة انها تاخد الجامعات الخاصة كمان والجامعات اللي هي الحكومية اللي بنظام الكريدت اللي هي بفلوس يعني على دفعتين. يا اخوانا انا عايز توجيه من المجلس الاعلى للجامعات، عايز توجيه من السيد وزير التعليم العالي. المجلس الاعلى للجامعات بيضم كل رؤساء الجامعات، عايزين نقعد ونقول رحمه باولياء الامور.
مش معنى ان مصاريف الجامعه من 60,000 ل 150,000 بدفعهم لابني عشان يتعلم ان انا غني خالص. شيل ده من دماغي خالص. ده انا بكون شاحت نصهم وسالف نصهم، يعني وربنا يقدرنا. فانا عايز برضو ان الجامعات بلاش نظام 50% و 50% في الترم الثاني، لا انا عايز ال 50% الاولى تتقطع على الترم. انا عايز المصروفات الدراسيه بالكامل تتقسم يا عم على شهور السنه، ما تاخدها السنه دي 23 24 على التسع شهور بتاع الدراسه، مش هتحصل حاجه والله. ما انت عارف كرئيس جامعه كاونر كمالك وانا عارف ان الدنيا حلوه معاك وان الدنيا مبشبشه وانت كسبان حلو. خلاص هو انا بقول لك ايه؟ انا بقول لك بس قسط لي. اتمنى لازم ده احساس يبقى عند المجلس الاعلى للجامعات وعند السيد وزير التعليم العالي. قسطوا للناس مصروفات المدارس والجامعات، الناس ما معهاش. قسطوا ده مش عيب. هو انا بقول لك الغيلي؟ هو انا بقول لك الغيلي؟ انا ما بقولكش الغيلي. انا هدفع بس ما تدفعنيش فورا كده. اولياء الامور بيحتاسوا. تخلي الطفل اللي رايح المدرسه مكلف له قد كده، طب ابن الكبير اللي رايح جامعه يا بابا انا عايز تليفون محمول علشان اصحابي بتاع، يا ده عايز له ايه؟ انا ما اعرفش النهارده مصروف طالب الجامعه ايه، هيدي له 100 جنيه في اليوم؟ ما اعرفش يعني. ده لانه مش هيروح الجامعه بسندوتش، مش هيروح الجامعه بلانش بوكس، يعني صح ولا غلط؟ كل اللي انا عايزه حاجه واحده بس، ان احنا نرحم الناس ونعدي الازمه دي. زي ما رئيس الجمهوريه عامل مقررات حمايه اجتماعيه، ده لازم يبقى توجه عام لكل المسؤولين في الدوله. ما يبقاش السيسي في حته ويبقى المسؤول وهو بيتعامل مع المواطن في حته تانية. هو الرئيس لما قرر كل ده علشان ايه؟ يعني كده خلاص هو صحي الصبح قال يلا نفكها على الناس؟ لا، شايف الناس. الناس ضجت وجضت. يبقى انت كمسؤول حاول تخفف على المواطن. لو كل مسؤول في البلد دي ابتدى يشوف ازاي اخفف على المواطن. يا راجل ده لو فاتوره الكهرباء هدفعها على قسطين، مش عيب، مش عيب. ما الدنيا انا كل يوم عمال ادفع كمواطن، هلاقيها منين ولا منين؟ الولا في المدرسه ولا كل في الجامعه؟ ولا مراتي بتقول لي استعد علشان في كسوه الشتاء ولا ولا ولا؟ زي ما الرئيس حط عنوان فوق كده حمايه اجتماعيه، لازم كل المسؤولين في الدوله يعملوا ده. جزء من الحماية الاجتماعية تقسيط مصروفات الجامعة على التسعة أشهر الدراسة، جزء من الحماية الاجتماعية. جزء من الحماية الاجتماعية تقسيط مصروفات المدرسة على أربع خمس دفعات، مش عيب. لازم كل حاجة تمشي النهاردة كده. إنما أنا أكون الأبهات النهاردة وأولياء الأمور ما بيناموش، مرعوبين من الدفعة اللي جاية، الدفعة اللي جاية. طب ما احنا نخفف على الناس بقى. ما يبقاش الرئيس والحكومه عامله حاجه حلوه هنا وانت كمسؤول في تعليم او حاجه لا قافل على الناس. والجامعات الخاصه احنا عندنا 26 جامعه خاصه، فارق معاكم يعني انها تبقى على ست اقساط؟ ايه الايام مش هتقوم. ويطلع المجلس الاعلى للجامعات يلزم الجامعات الخاصه بكده، ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ انا بقول لك انت مش هتحذف لي حاجه. أتمنى الرسائل دي واللي أنا بقولها بشكل واضح ومباشر. خلي عنوان السنة دي، مش اللي باقي الثلاث شهور، من هنا لآخر 24 هو حماية اجتماعية لكل مواطني مصر. وزي ما السيد رئيس الجمهورية أعلن قرارات حماية اجتماعية، كل مسؤول في مصر يقول كيف سأخفف على المواطن، كهرباء، مية، بص كل حاجة. ما هو الدخل قد كده، فخلينا اديك حته وده حته وده حته. انما انت عايز تاخد كل دخلي؟ طب ما انا كده هطب ساكت. طب انت استفدت ايه؟ بتكلم جد. حسب توقعات رئيس الاحتياطي الفيدرالي ان التضخم هيقل في امريكا ويبقى 2% 2025 كمان سنتين، والسنه الجايه هيعمل 3%. ده كلام حلو قوي قوي، يعني يتشرب له بقي شاي بالليمون عشان البرد اللي عنده. ايه الكلام ده؟ يعني نشرحه ازاي؟ احنا كل دول العالم متعلقه من عرقوبها وراكبه مع امريكا القطر بتاع الاقتصاد.
إذا عطست أمريكا أصيب العالم بالزكام. هو كده كل البنوك علت الفايدة، البنوك المركزية علشان إيه؟ عشان البنك الفيدرالي الأمريكي علا الفايدة. البنك الفيدرالي وصل إلى أنه خلى الفايدة 5.5% على الدولار، وعايز أقول لك دي نسبة غير مسبوقة، ما حصلتش يعني إلا من 22 سنة. طيب إيه اللي إحنا عايزين نعمله؟ نقلل. طب أنا أقدر أقلل من دماغي؟ لا، كبنك مركزي مصر امبارح ثبت. ليه الفيدرالي ثبت وكل البنوك ثبت؟ في ثلاث اجتماعات فاتوا للفيدرالي الأمريكي ثبت فيهم سعر الفايدة، مؤشر يعني استقرينا في توقعات بقى ان التضخم هيقل في امريكا، هيبقى من 3 لـ3.5 عام 24، ويبقى 2% عام 25. هتلاقي العالم كله هيتنفس الصعداء، الفايدة عندنا هتقل، التضخم عندنا هيتراجع. اصل ما انت جزء من العالم، في التضخم ليه اسباب محلية واسباب عالمية، بس انا بحكي لك دلوقتي الجزء العالمي. رئيس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي بيقول لك باذن الله تعالى مجبوره ومنصوره ان احنا هنعمل حاجه كويسه في عام 24 25. ايه اللي هنعمله؟ القصه باختصار ان الفايده هتتراجع. هتتراجع ليه؟ عشان التضخم هيتراجع. هذا خبر ينتظره العالم كله. في الأثناء دي في قرار جديد طلعه الرئيس بوتين. رئيس بوتين دلوقتي عايز بقدر الإمكان هو والصين يقصوا الدولار كعملة تبادل تجاري عالمي. طبعا ده ما بيتمش بعناوين بس يعني، بس لازم حاجات على الأرض، وده مش هيتم بين يوم وليلة، ده هياخد سنوات. وأمريكا كمان يعني مش هتقف ساكتة. بس طب أنا يهمني إيه كمصر؟ النهاردة روسيا مقررة، قالت في 30 دولة في العالم هنتبادل السلع معاها، تبادل السلع بالعملة المحلية بتاعتها. من ضمنها مين؟ مصر. أفهم من كده أن أنا أقدر أستورد القمح بالجنيه وهم يستوردوا مني حاجة هنا بالروبل؟ أكيد هيبقى في جزء بالدولار وجزء بالجنيه، ولكن انا كمصر مش هيبقى عندي ضغط على الدولار. نعرف بقى تفاصيل اكتر من مين؟ دكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه. مساء الخير دكتور عبد المنعم. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. ايه معنى القرار اللي خدته روسيا بان في 30 دوله في العالم هتتعامل معاهم تبادل سلعي بالعملات المحلية لكلا الدولتين؟ هو القرار ده جاء نتيجة كان في قرار سابق منذ حوالي أكثر من 8 أشهر تحديدا، كان اعتماد بوتين واعتماد البنك المركزي الروسي لمجموعة من العملات منهم الجنيه المصري يعتمد أن يتم التداول والموافقة عليه داخل البنك المركزي الروسي. نعم. النهاردة روسيا بتعلن عن اعتماد 30 عملة لدول صديقة ومحايدة لدى البنك المركزي الروسي ولدى سوق المال الروسي. يعني بيسمح للبنوك والمضاربين بالتداول في سوق الصرف الأجنبي وأيضا سوق المال في روسيا بالعملات الروبل والعملات الوطنية لمجموعة من الدول 30 دولة، وهم تحديدا 31 دولة. الواحد وثلاثين دولة دول هيسمح أن أنا أتعامل داخل البورصة، يعني أشتري أسهم في البورصات، بورصة موسكو بالجنيه المصري او بالعمله الجزائريه او بالعمله الاماراتيه، ونفس الحال استطيع ان انا اتداول وبيع وايضا اتاجر ويكون هناك تداول بين البلدين بالعملات الوطنيه. نعم. طب ده الهدف من الخطوه دي ايه؟ الهدف من الخطوه دي انه يجعل انه في تحويل مباشر للعملات الوطنيه ما بين روسيا وما بين الدول الصديقه وايضا ما بين البريكس، لان روسيا النهارده اعتبارا من 1/1/2024 هتكون هي رئيسة البريكس، يعني هي الدولة الرئيسة. وأيضا هيشكل عرض أسعار مباشر للروبل، يعني هيحرك الروبل، ما يبقاش الروبل مربوط برضه بالدولار، نفس الفكرة اللي مصر بتحاول. ما هو مصر برضه الجنيه مربوط بالدولار. احنا بنحاول نطلع من الحتة دي بمؤشر سلة العملات،
وروسيا بتحاول ان يكون عندها مجموعه من العملات هي دي اللي يتم تحديد سعر روبل مقابل ليها، فبالتالي يتم التداول ما بين السلع وايضا سوق المال وايضا حركه الاسهم بالعملات الوطنيه بالنسبه لها روبل او باي عمله للدول الصديقه، فده يخفف وطئه الدولار، يكون سعر الروبل لهذه العملات بيتحدد لحركة البيع والشراء. يعني تحديدا لو قلنا الدولة المصرية احنا بنتعامل مع روسيا ب 4.7 مليار دولار، نعم بنستورد منها، نعم بنستورد منها بهذا الرقم. لا ده حجم التداول، انا بستورد منها التبادل انا بستورد منها في حدود 3.8 وبصدرها في حدود 900، الأقضى 900 مليون دولار تقريبا، وأنا بستورد ب 4.7، فأنا أستطيع إن أنا هذا رقم إن يكون أستورد وأتعامل معها بالعملة المحلية سواء كانت روبل أو أي عملات تانية خاصة معتمدة لدي بالإيوان بالدرهم بالريال، وبالتالي وأقدر كمان أشتري في البورصة عندهم بهذا التعامل. وبرضه مفروض أقدر أشتري بالجنيه المصري، اقدر اشتري بالتعامل بالجنيه المصري في بورصه موسكو اعتبارا من يوم 25 سبتمبر. 25 ايه؟ سبتمبر. طيب 25 سبتمبر القادم. طيب خلينا اقولها لك بشكل تاني، الحكومه خدت من بنك ابو ظبي 100 مليون دولار على 5 سنين علشان تستورد بيهم قمح، ماشي؟ صحيح. هل انا اقدر دلوقتي اطلع على روسيا في 25 ديسمبر قال لهم مش حنيولي قمح وادي مليار جنيه مصري مثلا؟ تمام، المليار ده مقابل بقى ان روسيا وهم بيتعاملوا معانا بيستوردوا مننا بضاعه ومنتجات وخدمات وسياحه، وسياحه هيتعاملوا معانا بالجنيه اللي انا اديته لهم. ماشي موافق، وهيعدوا في قناه السويس بالجنيه، وهيعدوا في قناه السويس بالعمله اللي هو انا بديها له بالجنيه هو برضه. انا موافق، ما انا وفرت كده ان انا ما اخدش قروض، يعني وفرت ان انت يبقى في ضغط طلب على الدولار. الدولار ونفس الكلام هتعمله مع الدول البريكس باذن الله اعتبار من اول يناير 2024، يبقى انت قللت ده. بس انا اللي انا كنت يعني مستعجب ليه انه النهارده بعد صدر هذا القرار البورصه المصريه ما تحركتش، ما طلعتش بيان ان احنا ممكن يكون هناك تعاون بيننا وبين بورصه موسكو او البنك المركزي، يكون هناك تعاون بشكل افضل في عملية التبادل التجاري بيننا وبينهم، ميزان المدفوعات والميزان التجاري بيننا وبين روسيا يتحسن، ان يكون هناك علاقة اكتر، احول البوصلة بتاعتي لو في سلع ومنتجات بستوردها من دولة موجود لها بديل ومثيل في روسيا او في دول اقدر اتعامل معاهم بالعملة الوطنية يكون افضل عشان اقلل الضغط على الدولار ويبقى سعره يقل في البنك المركزي وايضا في السوق السوداء ويقترب السعرين من بعض بحيث ما يكونش عندي الجاب والهوى الموجوده حاليا ب 8 و7 جنيه فرق ما بين هنا وما بين هنا. كل ده محتاج شغل على الارض من خلال عندنا احنا، لكن احنا دي خطوه جيده جدا وخطوه مش هتلجا ليها روسيا الا لما تكون مطمئنه ليها انه تستطيع انها تتعامل بالجنيه المصري، ان حجم التبادل التجاري بينها وبين روسيا بينها وبين مصر خلال الفتره القادمه هيزيد بسبب وجود قناة السويس، بسبب أيضا المنطقة الروسية الموجودة في مصر. طب خلينا أقول لحضرتك، هل معنى كده أن فاتورة الاستيراد بتاعتنا هتقل بقى، مش هتبقى بكم و80 مليار دولار؟ فاتورة الاستيراد بتاعتنا احنا متجاوزين النهاردة 87 مليار دولار حتى. طيب. رغم القرارات والإجراءات اللي واخدها الحكومة؟ لا دي في 22 أعتقد أنها هتقل نوعا ما، لكن احنا تقدر تقل بحاجتين أو ثلاث حاجات. طبعا التعامل بالعملات المحلية والعملات الوطنية بين مصر وبين الدول هيقلل الضغط على الدولار وهيساعدني، حتى لو أنا بستورد بكمية أكتر هيساعدني أن أنا أقلل الضغط على الدولار ويبقى حجم الاستيراد بفاتورة أقل. النقطة الثانية أن أنا ألجأ لتصنيع السلع والمنتجات اللي بيتم استيرادها من الخارج، وهي تحديدا عندنا في حدود 143 سلعة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تستطيع الدولة المصرية تصنيعهم في مصانع نقول ورش صغيرة، لعب أطفال ومصاطي وإلمة وأساتيك، كل ده نقدر نصنعه بأيادي مصرية ومش محتاج نانو تكنولوجيا عالية، ولكن نقدر نوفر من 20 ل 22
مليار دولار من فاتوره الاصطاد، ويبقى انا زودت حتى حجم الناتج المحلي الاجمالي، واقدر ازود كمان الصادرات المصريه عشان اقلل الضغط على الدولار وما يبقاش عندي التضخم الموجود حاليا اللي تجاوز 41%. دعني اشكرك دكتور عبد المنعم السعيد، مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه. مر عامين على رحيل المشير محمد حسين طنطاوي. محمد حسين طنطاوي تولى رئاسه الدوله المصريه بصفته كان رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في فترة زمنية شديدة الصعوبة عقب اندلاع ثورة يناير. محمد حسين طنطاوي يحتفظ بسيرة عطرة في صدور ملايين المصريين. هنشوف هذا التقرير من المصر أفندي عن المشير طنطاوي بمناسبة مرور عامين على رحيله، ونطلع بعده فاصل. المشير حسين طنطاوي، الراجل العظيم اللي قاد مصر في أصعب الفترات. حلت ذكرى وفاة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق وواحدا من أبطال حرب أكتوبر، رئيس المجلس العسكري عقب أحداث 25 من يناير 2011 الذي ولد في 31 من أكتوبر من عام 1935 في منطقة عبدين بالقاهرة لأسرة نوبية الجذور من محافظة أسوان، تعلم وترعرع في القاهرة وظل وثيق الصلة بجذوره الجنوبي. تخرج طنطاوي من مدرسة الخديوي إسماعيل الثانوية، ثم التحق بالكلية الحربية وتخرج منها في يوليو عام 1956 ضابطاً بسلاح المشاة. وبعد تخرجه من الكلية الحربية بأربعة أشهر شارك في معارك العدوان الثلاثية على مصر، وعمل معلماً بالكلية الحربية في أوائل الستينيات. سطر المشير طنطاوي ألمع محطات تاريخه العسكري في معركة المزرعة الصينية بحرب أكتوبر المجيدة، والتي كبد فيها القوات الإسرائيلية بقيادة أريل شارون الخامس عشر من أكتوبر من عام 1973 خسائر فادحة، وكان ضمن قادة أول موجة عبور بالدبابات، ورفع العلم المصري على الضفة الشرقية لقناة السويس قائدا للكتيبة 16 مشاة تابع للجيش الثاني الميداني. تدرج طنطاوي في المناصب القيادية وحصد أعلى الرتب العسكرية حتى تولى منصب وزير الدفاع سنة 1991 حتى خروجه من الخدمة سنة 2012 وتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية. لكن أصعب محطات عمله القيادي تمثلت برئاسة المجلس العسكري خلال أحداث يناير 2011، والتي شهدت أحداثاً جساماً نجح في إدارتها وصولاً بالوطن إلى بر الأمان والاستقرار. حصل المشير طنطاوي على أرفع الميداليات العسكرية والأنواط من أرقى الدرجات وقلادة النيل، ورحل عن عالمنا في 21 من سبتمبر سنة 2021، ونال اسمه عدة تكريمات شعبية ورسمية تخليداً لسيرته العطرة. قرابة 14 قرن ونصف القرن لسه بنسأل، ونبعت لدار الإفتاء نقول لها هو الاحتفال بمولد النبي جائز ولا مش جائز، حلال ولا حرام. أنا حزين لمثل هذه الأسئلة، يعني فيها إيه لما تحتفل بمولد أو بيوم مولد خير الأنام وفق عقيدتنا كمسلمين؟ يعني ايه المشكله في ده؟ ما المسيحيين بيحتفلوا بميلاد السيد المسيح، ايه يعني لما احتفل بالنبي إيه اللي انا بنتمي الى الديانه اللي هبطت عليه او وحيت اليه؟ سؤال اتوجه لدار الافتاء. لسه في ناس عايشين معانا هنا في البلد
عندهم قناعة إن الاحتفال ده غير جائز. طب هو إحنا بنعمل فيه إيه؟ بنعمل إيه في الاحتفال بيوم مولدنا؟ إيه اللي بيتغير في حياتنا يعني؟ اللي هو كيلو علبة حلاوة حمصية وسمسمية. يعني لو أنت دخلت على أولادك بكيلو من المجمعات الاستهلاكية اللي عامله دكتور علي مصلح ب 85 جنيه، إيه اللي يعني هتروح النار يعني؟ وبعدين وانت بتعمل ايه في الاحتفال مثلا؟ هل بتقعد بقى تصلي على سيدنا النبي ولا بتعمل حضره ولا ابدا؟ لو انت عندك ورشه ولا سواق توك توك ولا ميكروباص ولا اي حاجه هتنزل تشتغل عادي. ومراتك طبخه نفس الطبيخه، لو معاها فلوس هتجيب لك شويه زفر، لو ما معاهاش هتاكلها قرديحي. وانت هتحاول تقضي لك اي مصلحه، ان شاء الله تجيب نص كيلو حلاوه. كل بقى الفيلم ده اروح رايح لدار الافتاء والله النبي هو ده جائز ولا مش جائز؟ لدرجة دار الإفتاء راحت مطلع وعلى صفحة يا أخوانا الاحتفال بمولد النبي حاجة طيبة جدا فاش أي مشكلة. مين اللي دخل جوه عقولنا مثل هذه الأمور؟ مين؟ على مدار طبعا سنوات مع المد السلفي بقى وكله حرام كله حرام كله حرام. فدي مشكلة يعني. أنا بقول لك مجرد السؤال مشكلة. فاكر السؤال الشهير في كشك الفتوى في محطات مترو الأنفاق لما واحد راح لأهل العلم من دار الإفتاء في الكشك وقال له هو مجدي يعقوب هيروح الجنة ولا النار عشان دكتور مجدي يعقوب مسيحي؟ طب أنت شاغل أهلك ليه؟ هي الجنة دي بتاعة السيد الوالد يعني؟ أنت شاغل نفسك ليه؟ مين رايح؟ يا عم اشغل نفسك بنفسك يعني. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. يعني ربك بيقول لك في القران اللي تزحزح بس كده اللي تزحزح عن النار وراح الجنه فقد فاز. يعني فانت ما تشغل بالك. فيا ريت قبل ما نبعت الاسئله حتى لدار الافتاء يعني نشغل عقلنا. ولو انا بعمل ايه في يوم الاحتفال بميلاد سيدنا محمد؟ انا بقى ولا اي حاجه. أنا هو كمحمد علي خير واسمي على اسم سيدنا النبي يعني هنعمل إيه؟ ولا حاجة. وكل ما بتكبر في السن مفروض بتقلل سكريات إن لم تلغيها أساسا وأغلبنا مريض بالسكر يعني. أسئلة كده الواحد بيحزن لما بيلاقيها يعني. لكن في وسط الأسئلة دي مجلس الاحتياطي مجلس الذهب العالمي طلع بيان بأكبر خمس دول عربية عندها احتياطي ذهب منهم مصر. بس مصر لا تحتل المركز الأول، مصر تحتل المركز الخامس. مين أول دولة من الدول العربية عندها احتياطي من الذهب كبير؟ السعودية 323 طن. المفاجأة اللي جت عندي، المفاجأة واللي انت هتندهش ليها، هي الدولة التانية. عارف مين الدولة التانية اللي عندها احتياطي ذهب كبير في المنطقة العربية؟ تاني دولة بعد السعودية لبنان. عارف لبنان عندها كام؟ 289 طن، 290 طن. احنا عندنا 125 طن. يعني انت شايف لبنان؟ طب ازاي يبقى عندها الاحتياطي الضخم ده والليرة منهارة كده والدولار يعني مسافر مع الليرة؟ الجزائر الدولة العربية الثالثة، العراق الرابعة، مصر الخامسة. طيب مين الدولة الأولى؟ الدولة الأولى أمريكا معها 8134 طن. 8134 طن، دي قارة في حد ذاتها. ألمانيا الدولة الثانية عالميا، إيطاليا الدولة الثانية. أنا بكلمك هنا ألوفات يعني. إيطاليا 2500 طن، أنت متخيل؟ في فرنسا بعديها وروسيا. في إقبال من البنوك المركزية لشراء الذهب الفترة اللي فاتت لأنه كان سجل معدلات منخفضة. طبعا هنيجي للسؤال الشهير، يا خير معايا قرشين بالجنيه المصري أقدر أنزل أشتري ذهب؟ طب سعره دلوقتي كويس؟ أي حد معاه جنيه وعايز يحافظ عليه أو يستثمر أو أي حاجة وعايز تشتري، انا ارشح لك انك تشتري الذهب هذه الفتره لانه سعره جيد جدا يعني. متوقع الذهب يقفز قفزات كبيره
مع يعني الربع الأخير من العام القادم كمان سنة. أول ما الاحتياط الفيدرالي ينزل سعر الفايدة كده هتلاقي الذهب نط يعني، لو أنت عاوز يعني، بس ما تشتروش النهاردة وتبيعه بكرة تخسر، تشتريه وتنساه يعني. لكن من الذهب إلى السينما، عندنا 10 أفلام معروضين في السينمات في مصر طبعا. في تراجع حاد في الإيرادات في 10 أفلام دول، هل ده سببه إيه؟ إن الأفلام بقى لها فترة في السينمات؟ هل إحنا ما معناش فلوس نصرف على دخلة المدارس ونروح سينما كمان؟ يا ترى يعني التذاكر النهاردة قيمة التذكرة الواحدة هتبقى كام مثلا؟ يعني 100-150، أنا ما أعرفش، بقى لي فترة ما روحت السينما يعني، لكن الإيرادات تراجعت بشكل كبير. هل دي ليه علاقة مثلا بالظرف الاقتصادي مثلا أو التضخم، فالناس مش عايزة يعني تشوف الكلام ده؟ خلينا نروح للناقد الفني الأستاذ مصطفى الكيلاني. مساء الخير أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عمت، أهلا بيك. عايز أعرف منك يعني أسباب تراجع إيرادات 10 أفلام الحالية المعروضة في السوق، هل لأنهم بقالهم فترة في السوق؟ هل ده لأنه متزامن مع دخول المدارس والمصروفات؟ ولا أن سعر التيكت الدخول بقى عالي يعني؟ هو كل اللي حضرتك بتقوله ده متسبب في تراجع المستوى بالنسبة لأسعار التذاكر عالية جدا، فده بيخلي الإيرادات طبعا تقل، لأنه عدد اللي عندهم قدرة مالية ان هم يدخلوا، كان الاول مثلا ممكن يدخل السينما كل اسبوع كل اسبوعين، دلوقتي مش هيقدر يدخل السينما غير مرة في الشهر. مرة في الشهر. ده حاجة. تاني حاجة، انت يعني نادرا ما بتقدم وجبة جديدة في السينما الفترة اللي فاتت، انت فيش عندك غير فيلمين ممكن يتقال عليهم كويسين، اللي هو وش في وش وفوي. الفيلمين دول من ضمن افلام كتير نزلت الموسم اللي فات ده اللي قرب يخلص، اللي هو موسم بنسميه موسم الصيف، والفيلمين دول الوحيدين اللي ممكن نقدر نقول عليهم وجبة سينمائية تقدر تناقشهم اصلا، تناقش مستواهم. لكن باقي الافلام افلام معتادة ومكررة ونفس الحواديت الكوميدية إياها. الإفيهات اللي أصبحت منتشرة على الفيسبوك أصلا فبتتاخد تتحط في الأفلام، فبالنسبة للناس إفيهات قديمة. سينما الإفيه أصلا بقت عند الناس، سينما ما بقتش جاذبة، ممكن تكون جاذبة الجمهور غير المصري، خلاص الجمهور المصري زهق منها، فممكن تحقق إيرادات بس في وقت العيد اللي هو الشباب كلهم، اللي هو جمهور السينما الرئيسي، جمهور الشباب والمراهقين اللي هو معاه العادية، فهيصرفها في السينما وتمام، دي خروجته الرئيسية. لأن احنا برضو بقى في عندنا مشكلة تانية، مشكلة اقتصادية مسببة انه كل الناس ما بتقدرش هو سعر التذاكر النهاردة كام أستاذ مصطفى؟ احنا بنتكلم في انه اقل تذكره النهارده 100 جنيه. 100 جنيه في السينمات الاقل شويه، يعني اللي هي مستواها رديء شويه يعني، او اقل من المتوسط، بلاش نقول رديء، 75 جنيه وده قليل قوي، لكن اقل تذكره النهارده ب 100 جنيه تذاكر بتوصل، وبترتفع عن كده؟ بترتفع عن ال 100 في بعض المناطق يعني؟ طبعا بترتفع عن 100، بتوصل 200 و250 وحاجات كده حسب السينما. حسب السينما. طيب السينما حسب المكان اللي هي فيه، المول اللي هي فيه، يعني مثلا كايرو مول غير كايرو فيستيفال. اوكي، فهي الحدوته كلها رايت انه هناك عده عوامل الجمهور عزف عن السينما بسببها. اولا عامل اقتصادي، ثانيا انه ما فيش تنوع قدام الناس درامي. بالضبط. ثالثا انه احنا عندنا دلوقتي موسم مدارس، كل العائلات حضرتك عارف انه في ظل الازمه الاقتصاديه الطاحنه اللي احنا فيها، بدل ما اخد مراتي وعيالي اروح اشتري السينما، اروح اشتري اللبس المدارس يعني. بالظبط، وانه خصوصا انه الواحد بيفاجئ انه في مصر، يعني في مصر طلبات انت بتجهز طلبات المدارس كانك بتجهز عروسه. صح. احسنت القول. بس انا عايز اقول لك استاذ مصطفى، المنتج مثلا
في الثمانينات والتسعينات وبداية الألفية كان بيبيع الفيلم للفيديو والشاشة، ثم بعد ذلك انتقل إلى المحطات الفضائية. النهاردة المنتج بقى يقدر يبيع في أكتر من حاجة، في منصات طلعت وفي أسواق خليجية بتاخد الفيلم. يعني هو يا ريس احنا المنصات بدل سوق الفيديو بدل صح، لان الفيديو اتشال خلاص. بالضبط، المنصات وشركات الطيران وغيرها وشركات بدل سوق الفيديو. نعم. الخليج طول عمره كان موجود من خلال سوق الفيديو بتاع الخليج، بنسميه كان التوزيع الخارجي. دلوقتي بس لو بتعرف ان السعودية عندها قرابة 3000 شاشة، مش عارف بنيتهم كلهم ولا لا، بس ده يبقى نفذة عرض. السعودية ما كانتش موجودة في سوق السينما يعني. بالضبط، السعودية لحد بداية موسم الصيف كان عندها من 3607 شاشة جاهزين للعرض. اوكي. طبعا هم كل كام يوم بيحصل شاشات جديدة، يعني هنعرف عدد الشاشات مثلا ممكن مع بداية موسم نص السنة اجازات منتصف العام الجاي. انا قصدي ان ده بيفتح برضو فرصة امام الفيلم المصري كسوق يعني. بص يا استاذ محمد، حضرتك عارف انه احنا في فترة من الفترات كنا بنوزع الفيلم المصري في 69 دولة. نعم، وعايز اقول ان الفيلم المصري كان يشكل الناتج القومي الثاني يعني الايرادات بعد القطن، يعني ده قبل 52. لا، هو بعد 52، احنا بعد 52 الدولة اشتغلت على فكرة توزيع الفيلم المصري في دول كتير جدا. قبل ثورة 52 كان التوزيع الفيلم المصري في المنطقة العربية فقط. لكن بعد كده لما اتعملت التحالفات السياسية ودول عدم الانحياز وغيرها وغيرها، فده يعني السياسة أثرت على طبعا. طبعا، فالدولة المصرية استغلت ده في ان هي تسوق لأفلامها، فبقت الأفلام المصرية بتتوزع من استراليا. يعني فيلم مصر كان بيتعرض في سيدني وكان بيتعرض في المكسيك. اوكي. ده فتح افاق كتير جدا جدا للفيلم المصري، وبقى الفيلم المصري بيجيب ايرادات. طيب، من 69 دوله كنا بنعرض فيهم افلامنا المصريه، دلوقتي كم دوله؟ انت حضرتك بتعرض دلوقتي في الخليج، الكويت وبحرين، ماشي، مفهوم الخليج، ماشي، والمغرب. كل ده نطاق يعني عربي. بالظبط. هل رحنا للامريكتين او اسيا او كده؟ لا، يعني في افلام، بس افلام اللي بنسميها تسميه خاطئه افلام المهرجانات ممكن بتتعرض في اوروبا، بتتعرض في سينمات اوروبا. في افلام بقت بتتعرض للجاليات العربيه في اوروبا مؤخرا، من الافلام اللي بتنزل في السوق زي مثلا بيت الروبي وغيرها، اتعرضوا في اوروبا، بس بتبقى القاعات صغيره مش كبيره. اوكي. وعرض فقط للجاليات العربيه في اوروبا. انت للاسف انت منتجك الرئيسي، بص يا ريس، انت منتجك الرئيسي انت عامله منتج مش محلي، انت عامل منتج بتاع اللي بتاع دلوقتي، اللي هو منتج سريع الاستهلاك، سريع الذوبان. حلو. المنتج سريع الذوبان ده ما يعيش اولا، ثانيا ما ينفعش وما يجيبش اقبال، ما تعرفش تصدره يعني. ما ينفعش غير مع اللي فاهم الافيه. انت منتجك بتاع الافيه، فمين اللي هيعرف يفهمه؟ وانت باين الفيلم كله على الافيه، فمش هيعرف يفهمه غير اللي فاهم الافيه. يعني هقول لحضرتك على حاجه، انه في افلام بتنزل في جمهور مصر ما يعرفهاش لانه مش عارف الافيه. فالناس بتخرج من الفيلم وهي مش فاهمه نص الفيلم، بسبب انه افيهات، مثلا افيهات خاصه بالطبقه الاليت، افيهات انجليزي ومش عارف ايه وحاجات من دي، وافيهات راب زي مثلا في حاجات كده لاحمد مكي كده عدت كده منه، انه في ناس مش فاهماها لان هي مش بتاعت الجمهور. موسم السينما القادم امتى؟ الموسم القادم للفيلم المصري امتى هنا؟ احنا الموسم هننتظر ايه، للعيد يعني ولا ايه يعني؟ لا، في افلام هتنزل من دلوقتي لغايه 12، بس هي دي الافلام اللي بيراهن الموزعين ان هو بيستغل مثلا ان هي مع بدايه الجامعات، فطلبت الجامعات مثلا في خروجاتهم وكده بيخرجوا يروحوا السينما، فهتنزل افلام، بس مش الافلام اللي فاكر يوم الاحد اللي كنا بنهرب فيه من المدرسة ونروح السينما. بالظبط كده، بالظبط كده. خلينا وأفلام ممكن طلبة المدارس يروحوا في الويك إند وغيرها.
بتنتهي المرحله دي مع النص الاولاني من 12. نعم. اللي هو بدايه عشان ندخل على نص السنه يعني. بالضبط، مع بدايه مع اخر يناير وبدايه فبراير بيبدا الموسم الثاني اللي هو بنسميه موسم اجازه نص السنه، وبيفضل مكمل معانا لحد شهر 4. اشكرك شكرا جزيلا الناقد الفني الاستاذ مصطفى الكيلاني. طبعا اللي من جيلي يعرف يوم الحد ده كان بتعرض فيه الافلام صباحيه في السينمات تحديدا في الاقاليم، فالواحد ياخد شلطته ويروح المدرسه، بس كان يعني يطلع كده الساعه 10 11 الصبح، ما ينفعش اقول ده على الهواء وانصح بيه ولاد ده يعني. لكن خلونا بقى ايه نفصل شويه بقهوه مظبوط ونشوف النهارده قهوه مظبوط هتقدم لنا ايه. الأزمة الاقتصادية وشح الدولار في السوق المصري، الحكومة والبنك المركزي المصري أول حاجة عملوها إيه؟ قالك تعالى نجيب قائمة الواردات بتاعتنا اللي إحنا بنستوردها من الخارج ونشوف إحنا بنستورد إيه، كل ما هو رفاهية نوقف استيراده، ثم كل ما نستطيع أن نصنعه في بلدنا نصنعه، وبالتالي نوفر العملة الصعبة اللي بستورد بيها. خلي بالك العملية دي مش سهلة زي ما انت متصور، لان في دول انت بتستورد منها وهي بتستورد منك، فانت لما تيجي ما تستوردش منها تقول لك خلاص ولا مش هستورد منك. يعني العملية مش بالسهولة، بس انا بقولها لك بشكل سريع يعني. طيب دي دول هتواجهني في الخارج يعني حاجات اقتصادية، يعني تيجي تقول لك طب ما انت بتستورد مني، طب انا بستورد منك، لما انت هتقلل فاتورة الاستيراد ده يعني. لكن هتلاقي أيضا مقاومة في الداخل من مين؟ من المستورد. ليس من مصلحة مستورد السلعة أن يتعمل مصنع في البلد يصنع نفس السلعة. هتيجي تقول لي لا ده هو بيستورد سلعة أجنبية ودي ليها سوق والكلام ده، هقول لك لا، المصري النهاردة بيدور على الحاجة الرخيصة اللي في متناول إيده، واللي بيستورد من بره بيستورد بالدولار، واديك شايف الدولار بشيء وشويات. هتلاقي مقاومه هنا من المستورد. في عائلات وعلى مدار سنوات طويله عايشه على الاستيراد، والاستيراد ده بيحقق مكاسب لا يمكن ان تتخيلها، لا يمكن ان تتخيلها. مكاسب اسطوريه، احنا كشعب ك 100 مليون مواطن مصري واغلبنا فقراء، دخلنا جيوب التجار والمستوردين مئات المليارات، عايز اقول لك بدون مبالغه من الدولارات وليس من الجنيه. طيب يبقى انا لازم اشجع كل خطوه تعملها الدوله والحكومه انها توطن صناعه هنا في بلدي بدل ما استوردها. من ضمن الحاجات اللي كنا بنستوردها مثلا اطارات السيارات. اطارات السيارات. جه البنك المركزي خد قرار مع بداية الأزمة الاقتصادية في مصر وقال لك إيقاف الاستيراد مؤقتا الإطارات. ليه؟ لأن أنا عايز أستورد قمح، عايز أستورد دواء. البنك المركزي قاعد معاه شوية دولارات قد كده وعنده حاجات أساسية عايز يستوردها قد كده، فبيطلع القصة بالراحة. هيجيب علف للماشية والدواجن، ولا هيجيب قمح، ولا هيجيب زيت، ولا هيجيب أدوية، ولا هيجيب إطارات سيارات. فإطارات السيارات خدت مرتبة متأخرة في الاستيراد، لكن البنك المركزي والحكومة فوجئت بأن أصحاب مصانع كبيرة شغالة في مصر عندهم تريلات، عندهم تريلات. ما التريلات دي بتخيل بقى الالاف الكيلومترات اللي بتقطعها، عايزه تغير كاوتش، عايزه تغير كاوتش، ما هو التريلا اللي هو النقل ده جزء من دعم الصناعه يعني. فتم السماح بان احنا نرجع نستورد الاطارات. لكن من حوالي 3 شهور السيد رئيس الوزراء شهد تدشين او بدء تدشين مصنع لتصنيع الاطارات في بورسعيد كبدايه يعني. ثم جالنا خبر تاني ان السيد رئيس الوزراء شهد مراسم توقيع
عقد أيضا لإنشاء مصنع إطارات السيارات بمليار يورو في المنطقة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. أول حاجة ده استثمار أجنبي، تعال بقى نفرح مع بعض، هيتضخ فيه مليار يورو على ثلاث مراحل. اتنين، هينتجوا لي سنويا 7 مليون إطار. طب يبقى احنا عملنا ايه هنا؟ ايه المكاسب؟ بالراحة كده عشان نفهم مع بعض. المكسب الأول إن أنا جالي استثمار أجنبي بمليار يورو، مستثمر أجنبي ضخ لي فلوس. المكسب الثاني إن أنا شغلت عمالة ولاد بلدي. المكسب الثالث إن أنا هغطي جزء كبير من احتياج السوق، وبالتالي أنا كدولة وكحكومة وكبنك مركزي مش هسعى لتدبير دولار لاستيراد إطارات السيارات، وبالتالي أنا وفرت عملة صعبة. المكسب الرابع إن هذا المصنع يستطيع أن يصدر ويجيب عملة صعبة للبلد. يبقى شفت عدد المكاسب. طيب الناس بقى المستوردين اللي كانوا بيستوردوا إطارات السيارات، هل يعني الدنيا هتبقى سالكة كده برضو، ولا أنت برضو أثرت عليهم؟ ده مهم، احنا ما كناش بنصنع إطارات سيارات، كان عندنا مصنع قديم والتصنيع بتاعه بسيط يعني. فإذا الحكومة بالخطوتين دول، بالمصنعين، مصنع الإطارات في بورسعيد ومصنع الإطارات الجديد اللي شهد توقيعه السيد رئيس الوزراء، شركة رولينج بلاس للصناعات الكيميائية، على مساحة إيه؟ 400,000 متر مربع. 400,000 متر مربع، يعني بتتكلم في 100 فدان. 100 فدان. ده خبر رائع. عايز بقى أسعد بعشرات الأخبار من هذه النوعية، اللي هي رقم واحد تهتم بالتصنيع. مصنع، احنا عايزين ايه الا مصنع؟ المصنع بيعمل حاجتين مهمين، بيغطي لك احتياج محلي، فانت مش هتستورد فمش هتدفع دولار، وبيصدر لك الفائض من الانتاج فيجيب لك عملة صعبة. طب لو المصنع ده مش موجود هتضطر ترجع لأزمة الدولار وعايزين نستورد. عارف أزمة الدولار ضاغطة على الحكومة، وعارف ان شح الدولار عامل مشكلة للدولة المصرية، بس عايز اقول لك احنا كنا محتاجين الضربة دي، بكلمك بصراحة، كنا محتاجين حد يفوقنا كشعب وكحكومة. هتقول لي ايه الكلام ده خير؟ طب انا مالي يا لمبي، انا شعب يعني؟ ما احنا كنا برضو يعني في قدر من السفاهة والتفاهة، بنقعد نشتري حاجات ملهاش لازمة كلها مستوردة، الشيبس المستورد. المرة دخلت سوبر ماركت من 3 سنين وولادي ضحكوا عليا، لقيت آيس كريم مستورد اللي هو في الكيس مغلف كده، فبقول للبتاع السوبر ماركت يعني آيس كريم مستورد ازاي؟ يعني ده لما يجي من بره ويجي سفن مش هيسيح وترجع تجمدوه تاني؟ الآيس كريم كمان بنستورده يعني؟ ممكن أكون يعني راجل دقة قديمة، بس مش للدرجات دي يعني. بنستورد آيس كريم، يعني بنستورد آيس كريم. وصلنا للمرحلة دي. فكان الاستيراد على أبوه، أي حد معاه 1,000,000 جنيه ياخدهم في شوال يطلع على الصين يجيب اللي يجيبه، فالاستيراد كان مكسب. فأنا بقول لك ده درس، وكنا محتاجين الضربة دي، الحكومة تدقق في كل دولار وفي كل قرض تمضي عليه، وتتجه للصناعة، وتعرف ان ألف به الاقتصاد هو التصنيع. تصنيع، روح اي دولة هو التصنيع، قول لي انت بتصنع ولا لا، اقول لك انت بكمل ولا لا. من الاخر نحفظ الكتاب، هعيده تاني زي المدرس وانا اسف، التصنيع المصنع اللي بعمله بيعمل لي حاجتين مهمين، بينتج السلعة اللي انا كنت بستوردها من بره زي المج ده كده، وكمان لما بيغطي احتياج السوق المحلي بيصدر فبيجيب له عملة صعبة. شفت حلاوة المصنع؟ يبقى احنا عايزين مصانع. انت مش عايز حاجة الا مصانع بالمناسبة، مصانع مصانع. طب انت داخل دلوقتي في اتفاقية البريكس، عايز تستفيد منها، انشئ مصانع، صدر. انا كل ده وانا بطنطم بايه؟ بمصنع اطارات.
تاني مصنع إطارات بحي الحكومة على توقيع هذا العقد، ونتمنى مزيد من المصانع. 100 عام مرت على ميلاد أحد عمالقة الصحافة المصرية، الأستاذ محمد حسنين هيكل، والذي احتفظ بلقب وحيد هو الأستاذ، لكنه كان يفضل دائما لقب الجورنالكي. هنشوف هذا التقرير وبعده هنطلع فاصل، بس بعد الفاصل عندنا قضية مهمة جدا هنناقشها، اللي هي إثبات الزواج وإثبات النسب. في بعض الناس من ضعف النفوس، يعني لو متجوزين عرفي لا يعترفوا بأن كان في علاقة زوجية، وإذا كان في أولاد نشأوا عن هذه الزيجة ما يعترفوش بها. إزاي نقدر نساعد الزوجة في مثل هذه المواقف؟ نشوف تقرير مقاوية هيكل ونطلع فاصل. تحل الذكرى المئوية لميلاد أحد أهم صناع الصحافة المصرية وأهم روادها، عميد المحللين السياسيين العرب، كما وصفته صحيفة The New York Times، محمد حسنين هيكل. ففي 23 من سبتمبر من عام 1923 ولد أحد أشهر الصحفيين العرب والمصريين في القرن العشرين، الأستاذ، كما يحلو لتلاميذه في بلاط صاحبة الجلالة أن يلقبونه. قضى هيكل نحو 70 عاماً من عمره في مهنة البحث عن المتاعب، كاتباً ومحللاً وشاهداً على التاريخ، وحفر اسمه في تاريخ الصحافة المصرية والعربية، ولعب دوراً بارزاً في نقل الصحافة من مهنة البحث عن المعلومات وتقصي الحقائق إلى دائرة صنع القرار. وصف هيكل الذي ولد بقرية باسوس بمحافظة القليوبية بأنه كاتم أسرار الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، والصحفي الأكثر قرباً من الزعيم الراحل بعدما شارك في الحياة السياسية بعد تعيينه وزيراً للإعلام عام 1970، ثم أضيفت إليه وزارة الخارجية لفترة 2 أسبوع في غياب وزيرها الأصلي محمود رياض. بدأ الأستاذ عمله في الصحافة مبكراً، محرراً تحت التمرين بقسم الحوادث بجريدة الإيجيبشن جازيت، قبل أن يصبح مراسلاً حربياً لتغطية معارك الحرب العالمية الثانية في العالمين، قبل أن ينتقل بين مجلة روزال يوسف عام 1944 وصحيفة أخبار اليوم، قبل أن يتولى رئاسة تحرير مجلة آخر ساعة سنة 1952 وعمره 29 عاماً. لكن النقلة الكبرى كانت بتوليه رئاسة تحرير صحيفة الأهرام منذ عام 1957 وحتى عام 1974، كان خلالها عموده الثابت صراحة بمثابة بوصلة التوجهات السياسية. وخلال تلك السنوات ساعد في تحويل الأهرام إلى مؤسسة صحفية وبحثية كبرى. لم تتوقف مشاغبات صحفي القرن بخروجه من الأهرام، وظلت لكتاباته وكتبه أثراً عميقاً في الشارع العربي حتى رحل عن عالمنا في 17 من فبراير من عام 2016 عن عمر ناهز 93 عاماً، تاركاً وراءه توثيقاً ل7 فترات حكم في مصر، بداية من الملك فاروق حتى بدايات حكم الرئيس السيسي. شئنا ما بين الزواج العرفي موجود أيا كانت نسبته من عدد الزيجات في بلدنا. أحيانا هذا الزوج لا يعترف بأن كان في بينه وبين سيدة علاقة زوجية، خاصة لو أثمر هذا الزواج عن طفل. أحيانا بينكر النسب، وإحنا شفنا ده في يعني قضية شهيرة تتعلق بأحد الفنانين، يعني الزوج والزوجة يعني كانوا من أهل الفن يعني. طيب نعمل إيه؟ وإزاي الزوجة هنا أو المرأة تحافظ على حقوقها؟ وإيه اللي خلانا نوصل في المجتمع إلى هذه الدرجة يعني إن أنا أنكر علاقة زوجية أنا رايح ليها كرجل بمحض إرادتي، وإزاي أنكر نسب ابني من صلب يعني؟
معايا لمناقشة هذه القضية عن يميني المستشارة هايدي فضالي رئيس محكمة الأسرة سابقا وجنايات الأحداث. أهلا بحضرتك. أهلا يا فندم. وأيضا بيشرف لي دكتور وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجناية. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. في البداية مستشارة هايدي وحضرتك رئيس محكمة سابق للأسرة، مثل هذه القضايا كانت موجودة عند حضرتك في قلب المحكمة؟ للأسف موجودة. موجودة. طبعا موجودة، وحتى في زواج القاصرات اللي احنا بنطالب في التعديلات وفي القانون الجنائي ان هو مش يعاقب بس الولي، لا يعاقب المأذون ويعاقب كل الافراد اللي خلوا القاصرة تتعرض لها. بتبقى بمزاجها ومزاج ابوها، وبعد كده بيضطر الاب ان هو يرفع دعوة لبنته باسمها طبعا، علشان يجي الزوج بعد كده يقر بالزواج بدعوة اثبات زوجية او علاقة زوجية علشان بعد السن. فده موجود باقرار الزوج، وبيقبل الكلام ده عشان يروحوا بعد كده يسجلوا الطفل، لان زواج العرفي مفيش فيه تسجيل للطفل الا باستصدار حكم قضائي باثبات علاقه زوجيه واثبات نسب. فطبعا الكلام ده كله ده في الزواج العادي. ما بقى الزوج اللي بيروح يتجوز واحده لمجرد ان هو جوز عرفي لاسباب كتيره، وانا عايزه اوضح ان هي اسباب غلط. لا، وينتج عن ده طفل. بالظبط. ففي الحاله دي الزوج بيلجا للجواز العرفي يقول علشان هي زواجها كده ايه على الماشي، انا متجوز واتجوز واحده تانية وخلاص، فينتج طفل عنه ايا كانت الاسباب. الاسباب يجي ينكره يقول لا انا ما اقدرش اتحمل المشكله، انا ما اقدرش، وده كتير وموجود دلوقتي على فكره بحالات، ويمكن عندي اسماء مش هقدر اقولها، لكن في اسماء في الان. الزوج انكر ابنه وحاول ان هو يروح يخطفه من المستشفى علشان يخلص منه، قال طب سلميه بس للاخ اخويا وهو يخلص منه. ليه؟ لان انا بيني وبين مراتي الاولانيه واهلها شغل، وما اقدرش ان انا اثبت هذا الطفل. فطبعا في اسباب اخرى، واحد عايز مثلا ما يورث الزوجه الثانيه، مع ان دي غلط. الزواج العرفي يا جماعه بيورث، اللي فاكر ان هو بيخلص ان هو ما يورث الزوجه الثانيه، لا، اي اثبات لعلاقه زوجيه حتى بعد وفاه الزوج بتثبت امام المحكمه، وهنا لما تبقى مرتبطه بحق مالي لازم القاضي يحكم باثبات علاقه طب زوجيه. عايز اقول لحضرتك ان الزواج العرفي تعترف به المحاكم المصريه في حاله واحده، وهي اثبات النسب. في يعني اثبات النسب بتعترف بيه، وفي حاله موت الاب او الزوج حتى لو الام ما خلفتش وفي علاقه زوجيه عايزه تورث، بدل ما ارتبط بحق مالي في موت حصل، واحد راح يتجوز واحد، والمحكمه في هذه الحاله تعترف بالعقد العرفي. تعترف بالعقد العرفي، حتى على فكره برضو اللي مش عارف، حتى لو يعني فقد العقد ده ممكن تثبته الزوجه بحاجات كتيره بينه، وقرائن ورسائل وشهود ووجودهم في اماكن واتساب، كل حاجه بتثبت العلاقه الزوجيه، البيت، البواب، الجيران، ففي اثباتات كتيره جدا عشان الفكره ان هو ياخد ورقه العرفي وينكرها بقى ويقول لا خلاص انا ولا متجوزك ولا كذا. لا، لو مات الزوج تاني ولا مره تانية، عشان احنا عايزين موضوع الجواز العرفي ده ينتهي، لان هو بيقضي حتى لو هو بيثبت كل الكلام ده، بس عايزين نقضي على الظاهره دي. اللي رايح يتجوز واحده وفاكر هي مش هتورث، بتورث. لو انت مت هتورث باثبات علاقه كده زوجيه بسيطه، هتورث وتدخل في ميراث لانه ارتبط بحق مالي. فكل الكلام ده طبعا بيبقى تهرب من الاب، سواء من للزوجه او للابن، الابن اللي بياخد كل حقوقه من نفقات بعد كده بعد اثبات. طب الحوادث دي كترت مثل هذه النوعيه؟ موجوده. موجوده. موجوده طبعا لغايه اليوم هي موجوده، ولكن طبعا بحكم بقى القضاء بيطلع حكم، لان دلوقتي حتى بقت التين كليمز القضيتين بيبقوا بينضموا في قضيه واحده، اثبات علاقه زوجيه باثبات نسب في قضيه واحده. بعض. فيطلع الحكم. في احيانا بيعملوا قضيه لوحدها، بس انا بنصح ان هم القضيتين مع بعض، ما دام في طفل يبقى اعمليها قضيه واحده، اثبات زواج مع اثبات النسب، ويتحقق الموضوع سواء معاكي الورقه بتاعه الزواج العرفي بتقدميها، او معاكي شهود تثبت ان كان في دوكيومنتد بتحطها، في شهود حطيهم، في ناس شافوكم مع بعض واقروا قدامهم، لان دايما حاله الدعوه للتحقيق القاضي، انا بقول وجهه نظر القاضي، الاسره عاوز يقول مين شاف بنفسه او حضر بنفسه، مش سامع ان هو متجوزين، لان الشهاده السمعيه في تحقيق الاسره لا يعتد بيها، لازم يكون واحد سمع الزوج وهو بيقر، او شاف العلاقه يعني ان هم متجوزين، يعني مقفول عليهم باب، مقفول عليهم، عارفين بيتهم فين، اتعزم عندهم في البيت، في مظاهر الزوج والزوجه خالص. ففي الحاله دي طبعا بتثبت العلاقه الزوجيه وبيثبت النسب، مفيش الكلام ده عندنا بعد كده. المرحله اللي بعدها الدي ان ايه، هجيلك عليها. دكتور وليد، ايه اللي تغير في المجتمع يدفع اب لا يعترف بابنه؟ يعني سؤال صعب. ان عندنا احنا تحول كبير في القيم، ما
مش عايز اتكلم في مصر، في العالم كله. واحنا طبعا جزء. اكتر حاجه اتغيرت عندنا واكتر حاجه احنا خايفين عليها هي الاسره. لان بتشهد تحولات كبيره، واللي طرحته سياده المستشاره والسؤال اللي حضرتك طرحته ده بيقول والله ان احنا يعني عندنا مشكله، والمشكله مرتبطه بالاسره او بقيم الاسره. ودي يعني بقول لحضرتك هي ليست مشكله محليه، دي مشكله العالم كله، واحنا جزء من العالم. اسمح لي ان اقول لحضرتك يعني الاجابه على سؤال حضرتك بتقرير عالمي واحنا جزء منه. 121 دوله في العالم تقرير المخاطر اللي هتهددنا خلال السنتين الجايين، اللي تهدد الاسر، تهدد العالم كله. اتضح ان الاسره احتلت المرتبه الخامسه فيها. المشكله اللي بتهدد العالم ومنها مصر ان احنا عندنا مشاكل في التماسك الاجتماعي، عندنا مشاكل في التماسك الاسري، عندنا نسب زواج بدات يعني طلاق يزيد، زواج عرفي بدا يظهر، عندنا مشكلات في النسب سواء اثبات النسب او سواء نفي النسب او غيرها، عندنا مشكلات. عشان كده نجد ان قانون الاحوال الشخصيه دلوقتي بيحاول في اعاده نظر لكتير من الملفات وكتير من القضايا عشان نقدر نحط يعني طريقنا على او رجلينا على الطريق الصحيح. انما مشكله التماسك الاسري ومشكله الاسره بالذات هي مشكله كبيره اخطرها، لان احنا عندنا تغير تكنولوجي بدا يظهر، وعندنا نت دلوقتي، وعندنا عولمه، وعندنا انفتاح. القضايا دي ممكن ما كناش نسمع عنها قبل كده، تجد ممكن حد على النت يحطها تقول لك والله انا عندي مشكله، وانا شفت بعض القضايا في بعض الصفحات على فكره بتؤسس لهذا الامر، وعلى فكره بمنتهى الوضوح، يا جماعه انا عندي مشكله في النسب، انا متجوز عرفي مش عايز يعترف بيه. سواء مشاهير او غير مشاهير او غيرها، احنا المشكله احنا بدانا نسمع عن هذا الامر، وبدا هذا الامر ينزل على الارض بشكل كبير. عشان كده اصبح التشريع بيتدخل الان لحد هذه المشكله. حضرتك بتقول لي الكلام ده موجود في بحوثنا؟ موجود في البحوث، وموجود في وبنرصد الكلام ده بشكل يعني شايفه في حاله ازدياد كباحث. هقول لحضرتك حاجه بالنسبه للازدياد، في حاله ازدياد لسبب ان احنا عندنا المشكله دي. احنا في دراسه معموله، مش عايز اقول لحضرتك يعني من الستينات بنتابع الحالة دي، يعني من الستينات حتى الآن بتحدثوها. والأرقام بتزيد. خلي بالك برضو لأن علاقة طردية الأرقام تزيد مع زيادة عدد مع زيادة السكان. عدد السكان طبعا بطبيعة الحال، يعني بطبيعة الحال وزيادة نسب الزواج نفسها، يعني عدد الزواج نفسه وعقود الزواج. الزواج العرفي زاد. الزواج العرفي يعني هقول لحضرتك حاجة بملحوظات زاد، ولكن كرقم هو رقم مظلم، ما نقدرش نقول كام في المية، لان ما حدش يقدر يقول كام في المية. ولكن احنا على فكرة عندنا دراسة عن الزواج العرفي بين شباب الجامعات في المركز، نزلنا لشباب الجامعة ونسألوا عن هذا الامر، موجود بنسب بارقام، ولكن ارقام في حدود العائلات تم دراستها، ولكن ما نقدرش نعمم من خلالها. طيب خلينا اروح للمستشارة هيدي الفضالي، وحضرتك بتقولي لي ان لو في مشكلة حتى والزوج المتزوج عرفي انقر النسب، لنا ادوات كمحكمه، هتعملوا ايه؟ حقيقي هو ده بيعتمد اولا الزوجه شايفه جوزها ازاي. افرض هي بتثق فيه في نقطه معينه، هو مثلا ممكن يحلف يمين حاسمه، ودي انا ما بنصحش بيها لان دي اخر درجه من درجات الاثبات. يعني يحلف والله 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 هي مش مراتي، بتبقى صيغه معينه بتتقدم وبيعلن بيها ان هو يقول والله العظيم احلف باقسم بالله العظيم ان كذا كذا انها مش مراتي. في الحاله اللي زي دي للاسف هي مش هتقدر بعدها تعمل اي اثباتات اخرى الا الاثبات بتاع الدي ان اي. لكن مش هتقدر تحيل دين الدعوه. إيه حاسم؟ حاسم 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 طبعا. يعني ما يديلكيش كرئيس محكمه شك او كده؟ لا ما بيديش، يعني يجيلك التقرير الطفل ابن الزوج طبعا ده. حاجات طب بنلجا كتير جدا للطب الشرعي في مسائل كتير في لو الزوج هنا او اللي مرفوع عليه الدعوه رفض يروح الدي ان اي، النقول زي ما حضرتك قلت بالظبط، النقول يفسر لمصلحه مين؟ الزوجه. الانكار يعني الانكار اللي هو نكل عن حضور الجلسه، نكل عن الاقرار بحلف اليمين، رفض يروح الدين ايه؟ ان هو رفض يروح. الكلام ده كله بناخد بقى بباقي الايفيدنس اللي هي اتقدمت بقى من بينه وقرائن وشهاده شهود واحاله الدوله للتحقيق وعقيده القاضي. على فكره قاضي الاسره هو فرع طبعا الاسره من فروع القانون المدني، هو مش كتير بيفرق عن القاضي الجنائي اللي هو فيه عقيده ويقين والشك يفسر لمين، فهو عنده برضه عقيده، الى انه طبعا ملزم بقانون او قواعد القانون المدني اللي هي فرع من فروعها قانون الاسره. قانون الاسره واحد لسنه 2000 ليه عوار كبير،
ولذلك في قانون تعديلات الأسرة. طبعا مش احنا عندنا قانون احوال شخصيه لسه، ما هو ده قانون واحد لسنه 2000، انا قصدي ممكن يتعدل. احنا بالظبط احنا على فكره انا كنت في الحوار الوطني اللي فات عملنا توصيات كتيره للتعديلات كمان الجديده اللي احنا عاوزين نضيفها. احنا عملنا تعديلات كتير تخص الاب والام، القايمه والغائها ان هي ما تبقاش حبس للاب، تبقى مجرد دين مدني او قدام من الاسره محكمه الاسره عشان ما نحبسش الزوج. عندنا الاستضافه للاب بدل ما تبقى في موضوع الرؤيه المهينه للطفل. هرجع للسؤال، انت كقاضيه الاحاله لحسب الطفل النسب الدي ان ايه؟ الدي ان ايه لو حصل انكار طبعا اهم حاجه، او حتى لو كانت الزوجه الزوج العقد ما معاش العقد، هو سرقه لو مش معاها العقد، بتقول طبعا بتشرح الكلام ده للقاضي وهو بيحيل برضه للدعوه للتحقيق ويقول لها مين شهودك؟ هنحيل الدعوه للتحقيق. على فكره معظم قضايا الاسره بتحل للتحقيق، حتى في اثباتات الدخل، اثباتات النفقه، اثبات الطفل بيد مين. بس اثبات العلاقه الزوجيه سهل، يعني الشهود، الشارع، السوبر ماركت. بالظبط، هي من القضايا اللي موجوده بكثره للاسف في امام قضاء الاسره، ولكن سهل اثباتها ان هو نسبه ازاي كانت في علاقه زوجيه، الاماكن بيترددوا عليها، حد حضر، حتى اللي بنقول عليه ايه كاتب الكتاب بتاعهم اللي هو او حرفي. اتعزم عندهم، اتعزم عندهم قبل كده، في مظاهر كتيره مثلا راحت بعد كده المستشفى، مين راح لها المستشفى. يعني عندنا حالات الاخ والاخت راحوا المستشفيات وبعد كده بيجوا ينكروا. انا مش عارفه دول يا جماعه شيء اخو واخت الزوج ويجوا بعد كده لما يتقدموا في مكان شهاده زور ملهاش كفاره. الفكره ان هو بيقف جنب حد في شهاده زور دي ملهاش كفاره، يعني مهما عملت بعد كده انت انتهيت، والمفروض ان احنا نروح بعد كده نعملك انكار عداله ان انت شهاده زور. فانت ليه على ايه بتخسر دنيتك وتخسر دينك وتخسر اخرتك علشان ايه؟ عشان تحرم ولد من حقوقه؟ خليني أطلع فاصل قصير وبعد الفاصل نواصل. مجددا بنكمل حوارنا في قضية إثبات النسب وإثبات الزواج، لأن بعض الرجال اللي بيتزوجوا عرفي أو بينجبوا من هذه الزيجات من تلك الزيجات بينكروا النسب. هروح لدكتور وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. هرجع برضو للسؤال قبل الفاصل، اللي يدفع يعني كمصريين وشرقيين واغلبنا مسلمين ان احنا ننكر النسب؟ يعني ايه اللي اتغير جوانا؟ اللي هينكر النسب هو الزوج طبعا. حسب ايه بقى؟ اولا حسب وضعه ومكانته. في واحد ممكن يخاف على مركزه، على وضعه، على مكانته، لو المجتمع عارف ان هو انجب عن طريق زواج عرفي، عن طريق زواج مش موثق، فدي نقطه. ممكن يكون هو وضعه اقل بكثير فبيهرب من الانفاق على هذا الطفل، مش عايز يصرف عليه، التزام المال مش عايز يصرف عليه. اذا اللي بينكر ده بينكر ربما حسب وضعه الاقتصادي اولا، وحسب وضعه الاجتماعي. نقدر نقول حسب وضعه او حالته الزوجيه، ممكن يكون متجوز وخايف ان مراته تعرف، او اهل مراته او اهل زوجته او حتى اهله هو مش عايز اهله يعرفوا ان هو متجوز وبالتالي انجب، فدي ضغوط بتبقى عليه. ثانيا ممكن يكون هو شاكك في نسب الطفل كمان، يعني ده من ضمن الاسباب، ممكن يكون هو شاكك ان ده مش ابنه. الاسباب بتبقى متعدده بس ما بتخرجش بره الثلاث اسباب دول: الخوف من المجتمع وسلطته لو مكانته، الخوف من الانفاق على انه يصرف على الطفل ده، الشك الحقيقي في وضع هذا الطفل. طب ده فيما يتعلق بالنسب، ليه هو ينكر اساس العلاقه الزوجيه؟ تمام، يعني ما انا خلاص اتجوزتها، يعني انكرها ليه برضو؟ المجتمع والخوف، هو الخوف من المجتمع نفسه او الخوف من وصمه المجتمع ليه، خاصه اذا ما ولا حضرتك حاجه، المساله دي بتبقى نسبيه بالاساس. ممكن واحد تختلف في الشخص التاني، ممكن واحد يقول لك انا متجوز واحده ومتجوز اتنين ومتجوز ثلاثه عادي خالص، واحد تاني بيخاف على وضعيته. ممكن اقول لحضرتك حاجه، في بعض الناس اكتشفنا ان هم ممكن
صدقني عارف خايف منين؟ مش من زوجته ولا من المجتمع، خايف من ولاده. خايف من ولاده، يقول لك انا خايف على نفسيه ولادي لما يعرفوا ان انا متجوز على مامتهم، خايف لما ولادي يعرفوا ان انا منجب تاني وليهم اخ وهم ما يعرفوش. هنا انت يعني وصل لدرجه ان هو ادى اعتبار هنا للاطفال الصغيرين. خلي بالك دي ثقافه مجتمع مصر، يعني في دول الخليج الزواج التاني والتالت ده ما فيهوش. لا انا بحيك على الكلمه دي. هي يعني مرتبطه بثقافه مجتمع. المجتمع. واقول لحضرتك الحاجه، احنا هنا في مصر برضو جوه المصري يعني ما يتجوز تاني. لا لا ما يتجوز. لا هو لا في زوجات بتسمح بالزواج التاني على فكره، يعني ممكن تسمح، ولكن دي الغالبيه دي علاقه من النطق، علاقه من النطق مش هتبقى متوفره عندك، مش موجوده يعني، مش هتبقى متوفره عندك يعني. ولكن هي يعني الحقيقه بتبقى من ضمن ابرز الاسباب اللي بتخلي واحد يجهل النسب، ربما يكون اصغر حلقه ممكن نتخيلها اللي هم ولاده الصغيرين. والخوف من سلطه العيله نفسها، يعني احيانا سلطه العيله بتبقى يعني لبعض الناس بتبقى قوه قهريه على بعض الناس، هو خايف سلطه العيله دي تمثل ضغط عليه، دي برضو من ضمن الاسباب اللي تخليه ينكر الزواج وينكر نسب ابنه. مستشاره هايدي، طب ما كده الزوجه او السيده المصريه او الفتاه المصريه اللي تلجا الى هذه النوع من الزيجات بتعرض نفسها للخطر، يعني ايه اللي بيدفع الفتاه او السيده انها تلجا لده زواج عرفي وايضا ينتج عنه طفل ويتم انكاره نسبا؟ مع احترامي لاي سيده بتعمل كده، بس انا بعتبره ده غباء. غباء. طبعا انت كده بتضيعي نفسك وبتضيعي حقوقك. انت عارفه ان الزواج العرفي ده انت مالكيش حقوق اساسا، يعني ما تقدريش تمسكي النفقه والحاجات ولا نفقه ولا عدة. لو انت مثلا حصل طلاق حتى غيابي بينك وبين هذا الزوج، مالكيش ان انت تروحي محكمة ترفعي عدة اللي هي 3 شهور، مالكيش المتعة اللي هي اسمها جبر خاطر للزوج اللي هي تقدر بسنتين على الاقل. فقدتي ان انت تروحي تعملي اجر مسكن، اجر كذا، اجر كل حقوقك اللي اقرها الشرع بتروح، الا اذا مات بقى الراجل ده تروحي بقى تثبتي انا هدخل في الورث. لكن مين ايه الغباء الكمية؟ وبعدين في حاجة تانية، انت ايه اللي بيخليكي تلجئي لده؟ ده معنى كده انت اكيد فيكي حاجه ناقصه، اكيد انت مش زي الزوجه الاولانيه اللي اتزوجت. شر العنوسه و ده مش اسباب، انا شايفه مفيش اسباب خالص. ده بدليل ان بتحصل كم مشاكل على فكره، في مشاكل تانية مستخبيه للزواج العرفي. زي ايه؟ زي واحده اتطلقت من زواج عرفي تمام، وجوزها بعد فتره عاوز يقول ايه انا رجعتك، تقول هي تزوجت من واحد تاني، ما هو مفيش بقى اثباتات. يقولها انت عندك جريمه تعدد ازواج، وحصلت كتير، ده في جنائي. انا اتجوزت واحده عرفي طلقتها، هو الطلاق في العرف بايه؟ مش لفظا ولا بنقطع لفظ. لفظ. طب افرض طلقها لفظا وقال الورقه ضايعه، مفيش ورقه، وهو طلقها واتجوز، هيرجعها تاني ازاي؟ هيروح يثبت هو على فكره الزوج دي ان هو يثبت برضو ويعمل قضيه اثبات علاقه زوجيه ويروح. طبعا هما الاثنين ليهم. يعني انا اقدر اطلق، اصل في الزواج الشرعي معروف الطلاق الراجعي بيبقى ازاي يعني. بالظبط. لا هو لكن هنا بقى يروح للمحكمة يقول انا اتجوزت عرفي وطلقت وعايز اردها، وعايز كمان اعاقبها ان احنا كنا ازواج، مفيش اثبات بقى للطلاق. ورحت اتجوزت وعايز اوديها لمحكمة الجنح عشان يبقى في تعدد أزواج. وكتير من الازواج بيعملوا كده. لما افرض واحدة مثلا قالت انا في استحالة عشرة بيني وبينك، هل هتقدري تطلقي بالطريقة الطبيعية؟ لا. هتقولك ارمي عليا يمين الطلاق، رماه وكل حاجة، ورحت اتجوزت يروح داخل لها دق. وبيحصل كتير جدا ستات مهددة في الحالة دي. بتعملوا ايه كقضاء؟ مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة جدا. ويمكن كانت في تمثيليات ناقشتها الفترة اللي فاتت، تمثيلية منى زكي اعتقد او حاجة، فعلا دي مشكلة حقيقية واقعية. بيبقى بعد كده طب اعمل ايه؟ انا يا مش متجوزة. لا طب فين الورقة اللي بتثبت ان انتوا اتطلقتوا؟ طب ما هي اصلا الورقة احنا عملنا ورقة زواج بس. والا بقى حل كده مؤقت، اللي تتجوز بزواج عرفي تعمل ورقه ان هم اتطلقوا عرفي. اتطلقوا عرفي، مفيش بقى غير كده. اكتب لي ورقه انك طلقتني، انك طلقتني دلوقتي، وتبقى معايا اقرار، حتى لو اقرار. بس كل ده يعني انا شايفاه تحايل على القصه الاساسيه، بدليل ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي جه وقال توثيق الطلاق وعمل خطاب كامل. كنا طلعنا ناقشناه على القناه الاولى وقلنا بعد الخطاب بتاعه توثيق الطلاق يعني ايه؟ انت عايز تطلق
روح طلق، روح خدها كده للمأذون وطلق، مفيش حاجه اسمها انت طالق وبعد كده ما اعرفش احنا طلقنا ولا لا، عشان خراب الزمم والناس وحاجات كتيره. وكمان في ازواج يبقوا طلقوا وفجاه يروحوا على البيت ويقول لك لا انا ما طلقتش، العده خلصت ما خلصتش. فكل الكلام ده يعني حاجات بتحصل منه مشاكل كتيره جدا بسبب ان بعد كده الاحوال بتتغير. الراجل يبقى عايز يتغير، مش عايز يثبت زواج، زهق، اتجوز فتره معينه وعاوز خلاص يمشي، كان واخدها فتره مؤقته، غالبا بيبقى زواج متعه. بالظبط، خلف ومش عايز الطفل ده يعمل له مشاكل، عنده كياك فيه قوي اولاده، عنده نفقات عايز يتخلص منها زي ما الدكتور قال، بيبقى برضو يقول لا خلاص مفيش ولا زواج، روحي بقى اثبتي وروحي اعملي وانت بتعندي وانا ما قلتلكيش تخلفي وانا قلتلك سقطي وما سمعتيش كلامي. ندخل بقى في نفس القصص دي دايره. دكتور وليد، مع وجود مثل هذه الظاهره يعني وراها موجوده يعني مش وباعداد كبيره، تأثير ده على المجتمع ايه؟ انت شايف الكلام اللي بتقوله المستشارة هايدي؟ يعني التأثير على المجتمع خطير. ده انت عندك تفسخ اجتماعي غير عادي. ده مرهوم بانتشار الظاهرة. انت مين بتأثر؟ الزوجة بتأثر، الزوج ده بتأثر، اضعف حلقة بتأثر، الولد ده اللي ما ثبتناش نسبه ده هيروح فين؟ اخطر حاجة، تعال اقول لحضرتك بقى، الطفل ده اللي ما ثبتناش نسبه، اولا رقم واحد هيتحرم من حقوقه الصحية. ما هو ده طفل عايزين شهاده التطعيمات بتاعته. عايزين شهاده ده لسه بدايته. ده انت في الاول انت عندك مشكله هنا، ان الطفل ده اتحرم من حقوقه الصحيه. بعد كده انت لما بدا يكبر شويه هو مش عارف او في نزاع عليه، بدا يخش بقى في تاثيرات نفسيه عليه. اولا ولاد عدم ثقه في النفس واصحابه هيتريقوا عليه انت ابني، والاكتئاب والانزواء، ويفضل قاعد مع نفسه. واقول لحضرتك الحاجه، دول بقى اللي بيفرغوا العنف للمجتمع بعد كده، لان ده حاجه صح. من الاثنين، يا هينطوي وينعزل ويعيش في حاله من العزله، يا اما هينتقم من المجتمع اللي ما اثبتش نسبه صح. هينتقم من الاب اللي سابه، هينتقم من زمايله اللي هم بيسخروا منه او بيحاولوا يستهزئوا بيه، هينتقم من كل ده. تعالى كمان حقوقه، ده احنا بنتكلم على الجانب النفسي، ده بقى مش عارف يطلع بطاقه، مش عارف يمشي في الشارع، ده فيها مشكله من اولها يا دكتور. اسمه فقد اسمه، الاسم ده الجهه الاداريه بتدي له اسم رباعي، بتختار له اسم رباعي للاب لغايه ما يثبت. يعني طفل طالع من اولها اسم اب عمال يتغير، الاول اديت له اسم، بعد كده اديت له اسم تاني وغيرته بعد حكم. فعلا الطفل زي ما الدكتور بيقول، احنا بنشوفه كمجرم في جريات الاحداث، احنا بننزل تقرير طبي خبير بيدخل فعلا يشوف حاله الطفل ايه، بيلاقيه عدى بالمراحل دي كلها، بيبقى قاتل، بيبقى هاتك للعرض، بيبقى مجرم. اللي هيدفع الثمن في الاخر المجتمع، المجتمع الله يفعلك، اللي هيدفع الثمن ده، لان ده لما يجي يرتكب جريمه هو مش بيرتكب جريمه ضد نفسه، ده بيرتكبها ضد طرف تاني. والجرائم دي جرائم العنف، ده من اخطر شيء، ان العنف بينتشر. على فكره قالت نقطه مهمه جدا سيدنا شهر، ان في جرائم الاحداث معظم الولاد اللي بيرتكبوا جرائم العنف بيكونوا من الاطفال اللي عليهم مشكله في النسب. فده بيهدد، انت بتهدد هنا مش بتهدد مجتمع، انت بتهدد تحديدا امن المجتمع. صحيح. يعني بتهدد صحيح. الجانب الامني في المجتمع. وعليك قاعد على المنصه بيجي لك انطباع من قصر القضاء كده ان الدنيا فلتت خالص يعني، ولا حقيقي هو ده يعني مع كلها طلاق واثبات نسب وكده؟ احنا بس انا مش عايزه احس ان دي قاعده بالظبط، بس انا زي يعني زي الشيخ اللي هو في الجامع فاكر كل الناس متدينه، زي القسيس في الكنيسه فاكر كل الناس متدينه، زي اللي هو بتاع فاكر كل الناس بتموت. انا طبعا بالنسبه لي الدنيا سودة، مشاكل يومية، الواحد كان بيجي يعني وقت بيقلق على ولاده من الجرائم اللي بتحصل في الأحداث. لما تجيلي واحدة قتلة جدتها بطعن لأسباب معينة، واحدة قتلة بنتها ورمتها من الشباك ودي كنا حكمنا عليها حكم شديد، في حاجات طبعا الواحد بيشوفها لا في حاجه غلط. عشان كده احنا في جنايات الاحداث كنا بيبقى فعلا التقرير زي ما انا قلت اللي هي تقرير الخبير النفسي الاجتماعي بنخليه ينزل للواقع. احنا من تشكيل المحكمه بنحط معانا نيابه عامه وبنحط معانا الخبير النفسي الاجتماعي ينزل على الواقع يقول لي الطفل ده كانت يعني طفولته عامله ازاي، ظروفه ايه، اخواته مين، مامته ايه. وفعلا لقينا وجدنا بالفعل نسبه كبيره جدا التقرير بتاعهم وحش خالص، اللي هو الطفل مجهول النسب ده، مجهول النسب، الاب اللي رافض هو عارف اللي ده ابوه، امه قالت له بس ابوه مش راضي يعترف بيه. القضيه اللي كانت معروفه بتاعت بورسعيد وقاتل بورسعيد، الطفل حسين ده اللي هو اللي قتل وساعد البنت اللي برضه الاب اللي انا كنت بدافع عن البنت دي، حسين ده ايه؟ ما هو كان نسب، كانت مامته واخداه باثبات نسب، اللي هو قتل ست وشرحها وقتل قبلها واحد تاني قضيه بورسعيد. طيب عايز اسال حضرتك يعني القضايا دي اللي معروضه عليكي في المحكمه في سنوات سابقه،
من اي شريحه في المجتمع او طبقه، طبقه دنيا وسطى عليا ولا كله؟ لا هو طبعا هو كله، بس انا عايزه برضه اقول ان عشان اكون حقانيه، هو حوالي يعني 70% لا من طبقه اقل شويه الدنيا. يمكن قضايا المخدرات يعني عادي، لكن قضايا العنف الكبير من طبقه يعني ادنى شويه. هي جايه من الحضر، فيها مش من الريف، بس يعني الريف ما يقدرش يعني حضاري ما يقدرش عشان لسه عنده تضامن عنده، بس الريف فيها برضو احنا عندنا نفس النسبه، بس ما يقدرش يعني فيها ضغط، بتظهر قوي بتظهر قوي في الريف. طب دكتور وليد، واحنا بنضرب جرس انذار هنا للمشرع، واحنا عندنا قانون جديد هيطلع للسلطه التنفيذيه، وانت كباحث اجتماعي تنصح هنا صانع القرار يعمل ايه؟ اولا الموضوع ده لازم يتم يعني بكل تفاصيله يخضع في قانون الاحوال الشخصيه. يعني لازم هو موجود، ولكن موجود بتا يعني 96 وتعديلات 2004 بعد، يعني احنا ماشيين، احنا عايزين نحط خطوط عريضه. اولا سرعه التقاضي فيها مهمه جدا، ان احنا مش عايزين ناخر، يعني قضايا النسب دي بالذات لازم يتم سرعه التقاضي باقصى درجه ممكنه، بحيث هتوقف وارجع لك. النسب عندك بيتحسب في قد ايه؟ القضاء بيحسبه؟ قضاء انا عايزه افرق بين قبل كده في السنتين دول، السنتين دول عشان كان في توصيات كبيره بسرعه التقاضي وانجاز العداله، بدات الاحكام تبقى سريعه. قبل كده كانت وقت كتير، إيه؟ يعني ممكن مثلا تاخد القضيه بتاعت نسب سنه. سنة. انت عايزها اقل من كده؟ لا لو سنه كويس جدا، لان كانت بتاخد قبل كده، قبل كده كانت بتاخد فتره طويله، بس النفقه بتاخد مثلا شهر. النفقه بتاخد كانت قبل كده بتاخد كتير. على فكره اكتر محاكم سريع. عليها ضغط وسريعه، بقت سريعه الاحوال الشخصيه حقيقي، وبقى الحكم سريع. محكمه الاسره الاحكام فيها سريعه والضغط عليها سريع، لان اسهل حاجه دلوقتي على فكره يعني اللجوء للمحكمه. ودي المشكله الحقيقه اللي احنا بنقول ده جرس انذار يا جماعه، مش اتفه الاسباب. تعديل كمان، تعديل مهم جدا لقانون الاسره، لان احنا فعلا زي ما الدكتور قال وكنا بنتناقش على فكره دلوقتي، قلنا القانون ده محتاج تعديل. لما كنا بنتكلم على الارامل من الرجال، الولاد اللي بيروحوا يبقوا جدتهم اللي تربيهم بعد وفاه الام ويتخرب البيت نهائي ويتحول الحضانه الام. لا انا مش عايز بس يعني الموضوع الحضانه، انا عايز اتكلم دلوقتي في قضيه اثبات الاسم كلها عشان اقول للمشرع يعمل ايه. لان انا امام قضيه وفي قضاه محترمين قاعدين على المنصات، لازم يبقوا موجودين في يعني صياغه مثل هذه القوانين، التقاضي السريع، وفي نفس الوقت مكتب التسويه دوره مهم جدا، والخبراء اللي قالت عليهم نقطه مهمه جدا، لازم الخبير الاجتماعي، ولازم يكون كمان في خبير شرعي في هذه القضيه، يعني بحيث ان هو بيكون بيلعب دور الوعظ الاولاني في اول اجراءات التقاضي مع مكتب التسويه اللي في محكمه الاسره. مكتب التسويه يسرع الاجراءات، ده واحد. اثنين سرعة القضاء، ده اثنين. ثلاثة بنحاول بقدر الإمكان، بقدر الإمكان الدور يعني للأمانة الحماية القانونية ليست فقط هي التي تستطيع أن تحد من هذه المشكلة، الحماية الاجتماعية هي الأساس. أنا بقوله الأب اللي حضرتك بتقوله، المنبر الحضرك الإعلامي اللي بتقوله عليه دلوقتي، وبنقول للناس يا جماعة الزواج العرفي بلاش، يا جماعة الزواج غير الموثق ده بلاش، يا جماعة ده أول خطوة صحيحة للحمايه الاجتماعيه قبل الحمايه القانونيه. بالظبط، لان مش كل حاجه احنا نقول القضاء القضاء، لكن احنا سبب. وفي نقطه مهمه جدا هنا، احنا الاسره عندنا مشكله بتواجهها دلوقتي، ان الاتفه الاسباب، لاتفه الاسباب الزوجه بتاخد بعضها وتجري على محكمه الاسره. الزيجات الحديثة ولا؟ ايوه في اول سنة بالذات زواج، عشان كده معظم الطلاق بيحصل في اول بس سنة. بس الناس اللي زيه زي دكتور وليد لا معتقين ما بيروحوش المحكمة. النقطة دي مهمة، اللي فكرة السرعة، ان المشكلات الاسرية خرجت بره العيلة الكبيرة. المفترض اول حاجة كبير العيلة ما بقاش موجود. بالظبط، احنا بنسميها بقى ايه؟ يعني مش عايز اتكلم باسلوب صعب، بس رأس المال العائلي تراجع. اللي سلطة العيلة الكبيرة على المتزوجين حديثا، هي قالت اول سنه من الزواج، وده كلام مع اعلى نسبه طلاق. احنا اعلى نسبه طلاق، احنا على فكره عملنا دراسه سنه 2014 وعملناها 2021 في المركز القومي للبحوث حول هذه النقطه، وجدنا نسبه غريبه جدا في اول 2014 واحنا طالعين، وجدنا ان 49% من حالات الطلاق بتتم في الخمس سنوات الاولى من الزواج مع الشباب الصغير. فبدانا نتبع هذا الامر، لا اكتشفنا سبب خطير جدا لحضرتك طرحت عليه، ان سلطه الاهل الكبيره بدأت تبقى صغيرة على الجيل الصغير، لدرجة ان بتروح بيتها وتروح لابوها تقول له اصل انا اتطلقت، او هو يروح لاهله يقول لهم اصل انا طلقتها، بدون الرجوع الى سلطة الاسرة الكبيرة. عشان كده انا يعني مش عايز اخرج بره الموضوع كتير، ولكن انا عايز اقول حاجة، ان رقم واحد هي الحماية الاجتماعية،
والحماية والدور التوعوي اللي الإعلام بيقوم بيه، ده مهم جدا في هذه المرحلة، وطرق هذه الأبواب في هذا التوقيت بالذات مهم من أجل الحفاظ على كيان الأسرة. عايز أسأل حضرتك، طب ما ممكن يعني سيدة تتبلى على رجل يعني بأنه أقام علاقة زوجية ولا نسب، النسب قلت لي هينفيه الدي ان ايه، بس واحدة ممكن تتبلى يعني هتحمي يعني، هل مثل هذه القضايا حصلت عندك والزوج طلع فعلا او الرجل طلع مظلوم يعني؟ حقيقي وارد ان ده طبعا بيحصل بالاخص مع فئات معينة من الرجال، يعني مثلا رجل اعمال المشاهير، رجل قلقان على مثلا عنده نفوذ معين مش عايز شوشرة وواحدة من ليفل معين تبدأ تيجي تأثر عليه، او نوع من انواع الابتزاز ده موجود. نعم. مش هقول ان هو مش موجود، بس برضه عشان اكون يعني الى حد ما فير، هي مش نسبة كبيرة مش نسبة كبيرة، بس انا بناقش برضه الظاهرة من كل جوانب ان ده بيحصل كده، بس هي 90% هي بتبقى الرجل هو اللي بيبقى مش عايز يعترف بالجواز بالولاد، لكن في ازواج بالذات الزوجات بتحصل الكلام ده بعد برضو الوفاه، وفاه الزوج لو لقيت اللي، ودي كانت واقعه على فكره قريب برضو، زوجه او مش زوجه هي تبين في الاخر انها مش زوجه، قالت ان انا كنت متجوزاه واثبت ان انا كنت معاه، هي كان بينها وبينه شغل فبتتواجد معاه في اماكن كتير عامه، فسهل تجيب ناس استغلت الحته دي، مش انا كنت معاه في كذا، مش انا كنت بزوره في كذا، مش انا كذا كذا، وبالفعل في اول درجه اتحكم باثبات الزوجيه، بس جه الاستئناف لغى الحكم ده وحكم بان برفض الدعوه، ده في الاستئناف، وكانت فرحت قوي في اول درجه ان هي خدت وتحصلت، بداوا الاهل على فكره يتفاوضوا معاها يقولوا لها طب خدي مثلا خدت الاستئناف. اكتشف ايه قاضي الاستئناف؟ اكتشف ان كل ده غلط، ان هي فعلا كانت مزوره الوقائع دي، من قصدي ممكن واحده ترمي بلاها ده حصل على شخصيه عامه وده حصل بالفعل، وبداوا لدرجه الاهل كانوا يقولوا طب خدي 7 مليون جنيه وامشي، لا مش هياخد، في الاخر صرفت كل اللي عندها لان الغلط غلط، وفي الاخر القضيه اتلغت بتاعت اول درجه. لا في طبعا تحري بيحصل جامد جدا من القضاء، في عندنا كمان جهات اخرى مساعده زي المباحث، بنطلب تحريات مباحث، بنعمل في حاجات كتيره جدا بيتبين فيها انت صادقه ولا مش صادقه، بس هي النسبه الكبيره طبعا الرجال اللي هم بيتخلوا عن مسؤوليتهم وان هم عندهم مشاكل كبيره. انا عايز اقول لك ده موجود حتى في الزواج الرسمي والشرعي. يعني مش العرف موجود بقى في تهرب، يعني اللي هو متجوز عادي ده بيسيب البيت ويمشي خالص بالظبط يعني، ويروح يعمل عقد سوري ان هو كانه بقى حاجته عشان يتهرب من نفقته ترجع بقى. انا بتكلم على الزواج الرسمي. ايوه بيحصل في الزواج الرسمي. لا الزواج الرسمي ساعات يرميها بالباطل، يقول مثلا انا شاكك، يعمل بقى انكار. في الحاله دي احنا بننتقل بقى لقضيه انكار النسب، اوقات في الجواز الرسمي ويروح يرفع قضيه انكار النسب. مش ده بيبان بالدي ان ايه برضه؟ انا شاك بيبان في الدي ان ايه، بس هو بيروح يقول انا شاكك ان كذا كذا، بس الدي ان ايه في حاله انكار النسب النسبه فيها بتقول ايه؟ بتقول ان يعني لو جاي حظه ان هو يقول مستحيل ان ده مثلا ابوه بس، لكن ما يجزمش ان ده الاب، يعني حته انكار النسب تايهه شويه. الدي ان ايه يقول ان ده مستحيل يبقى ابوه، يبقى الاب فهو، لكن ما بيقولكيش ان ده ابوه. بياخد طبعا بعض يعني طبعا الطب الشرعي بقى هم اللي بيشوف النتيجه دي بنسبه كام في الميه وكده، بس هي طبعا درجه كبيره عاليه، ولكن الاب اللي بيبقى موسوس او عنده الوسواس القهري من حته ان ده مش ابنه مش شبهه، في ناس بقى بيجي لهم مرض نفسي، هي كانت مسافره، طب فتره الحمل زي ما القانون مثلا بيقول هي سنه او 6 شهور، لا هي زادت شهرين، طب ممكن يحصل اعراض اخرى، الحمل يتاخر، لا ازاي انت خلفتيه مثلا في السادس، لا يبقى انت كده في حاجه غلط حصلت. رغم القران اقر ان حد ادى الحمل 6 اشهر بالظبط، فهو يبدا يتشكك في الكلام ده، يبداوا اهل الخير الكتير ازاي ده حصل، لا في حاجه غلط، لو هي مثلا واحده الى حد ما منفتحه شويه، لا يبقى هي كانت بتروح بتيجي، ويبدا نبدا نطعن فيها وفي عرضها والكلام ده. ففي طبعا يعني بيحصل زي ما حضرتك قلت بالظبط في الجواز الرسمي مشاكل، وده اللي بيلجا رجال ان هم يروحوا يرفعوا انكار نسب. دكتور وليد، مواقع التواصل الاجتماعي اسانا استخدامها وافسدت العلاقات الاجتماعيه من بينها العلاقات الزوجيه جدا. واقول لحضرتك الحاجه، احنا عملنا دراسه عن هذا الامر. هقول لحضرتك اكتشفنا ان مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا، هقول لحضرتك على رقم يعني مش هتكلم على عينات ولا طبعا، انا هتكلم بمنتهى البساطه، 27% من اللي احنا درسناهم قالوا كلمه، قالوا ان مواقع التواصل الاجتماعي قللت الحوار بيننا. انا بكلمك على زوجين، يبقى اذا الحوار جوه الاسره بدا يقل بسبب مواقع التواصل الاجتماعي. وجدنا نسبه تانية بدات ترتفع اللي هو الطلاق العاطفي،
هم موجودين في بيت واحد بس هم ما بيكلموش بعض. الخرس الزوجي. الخرس الزوجي هو كل واحد مكتفي بالاجهزه بتاعته واللي قاعد بيروح ينام على سريره فندق يعني. طب اقول لحضرتك كمان حاجه، وفي نسبه انا مش هقول رقم هنا لو سمحت لي، ولكن ظهرت عندنا ان اصبح هناك خيانه زوجيه تحدث بسبب تسهيل الخيانه الزوجيه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واصبح سبب من ضمن اسباب الطلاق والانفصال طبيعي. فهنا المواقع التواصل الاجتماعي اثرت على الاسره، اثرت على كل اطرافها، على الزوج وعلى الزوجه وعلى الابناء. ده في حاله ايه؟ في حاله عدم الرشد، ان انت سبت ولادك وسبت زوجها للمسؤوليه مشتركه بين الجميع. مواقع التواصل الاجتماعي دخول الاسره هو ليس سيء بالمره كله، وليس كله خير وليس كله شر، المهم طريقه الاستخدام. بقالي 3 دقائق هدي لحضرتك كلمه، عايزك توجه رسالة بصفتك أيضا سيدة لكل سيدة بتسمعنا داخل مصر أو خارجها، خلي بالك من مخاطر الزواج العرفي. حقيقي أنا عايز أقول إن كتير من قضايا الأسرة بتنتهي بمشاكل جنائية، ده بسبب إن إحنا ما بنبقاش بدأناها صح، بتنتهي بالذات يعني البداية الخطأ للعلاقة الزوجية بتنتهي كوارث طبعا، بدليل ان احنا كتير من قضايا الاسره بتنظر بعد كده امام محكمه الجنح واحيانا الجنايات بتحصل مشاكل بتعرض الزوج والزوجه دول هم ممكن يقتلوا بعض، وشفناها في وقائع عنف كتير عشان يخلص من القصه دي، طب خلاص اقتلها عشان اخلص منه اقتله علشان بقى اورث ولا طبعا يعني بعد كده النتيجه صعبه جدا لما بنمشي البدايه غلط. زي ما الدكتور قال التربيه احنا عندنا التماسك الاسري هو من اهم سمات المجتمع المصري والعربي. لما بيحصل فركشه طب نديرها صح، بعد الطلاق يبقى في تربيه مشتركه، الاب يرعى الولاد عشان يديلهم القصه بتاعت انت جوازك ازاي، شكله عامل ازاي، طريقته ازاي، انت نفسك تبقى قدوه لابنك، ما تبقاش من الاول عامل مشاكل كتير. زي ما انا كنت بقول الاب اللي هو بيبقى بيته بيتخرب والام بتموت وبعد كده مش لاقي ابنه راح مع جدته، ما بيحصل الابن ده بيدخل في مواقف وحشه مع الجده، بيبقى طمع وبيبقى حاجات كتيره بينتج عنها تربيه غلط، بينتج عنها بعد كده انفلات وجواز من الشارع و اطفال ننكرها زي ما حصل لي. لا تلجا الى الزواج العرفي، لا تلجا الى الجواز العرفي بالنسبه للمراه. بالنسبه للرجل الجواز العرفي لو انت متخيل ان هو عشان ما تورثش مراتك بتورث الف ب، ويمكن بتورث اكتر من الجواز الرسمي، عندنا ناس متجوزه رسمي وبيتحرموا من الميراث وشفناهم كتير. عندنا بقى الجواز العرفي الست باقل شهاده وممكن تبقاش يعني زوجه كمان، وتروح تثبت كمان ان هي بقت زوجه وان هي عشان تورث بس، لان اي زواج عرفي ارتبط بحق مالي بيبقى فيه اثبات علاقه زوجيه وبيصدر منه الحكم بسهوله جدا امام قضاء الاسره. فانتوا الاثنين مضرورين، انت ممكن تتعرضي لتعدد ازواج ممكن يهددك وبعد كده تقولي بيهددني والعنف ضد المراه وبيشير لي وبيبتزني، بيحصل الكلام ده كتير جدا عشان بديتي غلط واخترتي الطريق اللي ما قالش عليه القانون ولا الشرع ما صرحش بيه. اللي فاكر ان الجواز العرفي ده شرعا صح، لا انت فين الاشهار، ركن الاشهار اللي هو اهم ركن من اركان فين الولي والكلام، الولي في حاله البكر بس طبعا السايب ما بيبقاش السايب والارمله والمطلقه، الكلام ده كله بدأتيه غلط يبقى ادفعي الثمن وما تجيش تعيطي، وانت نفس الحكايه ما تجيش تعيط بعد ما تموت بقى. دكتور وليد حضرتك قلت نقطه مهمه جدا وكلمه موجزه ومختصره، قلت لا تلجا الى الزواج العرفي. دي يعني الرسالة الأساسية من هذه الحلقة. أضيف على حضرتك حاجة لو سمحت لي، وأي حد حتى يتزوج زواج رسمي لابد أن يدقق في اختيار شريك الحياة ويختار الشريك المناسب. صح، لأن احنا عندنا مشكلة أن دلوقتي في جيل موجود يقول لك أنا وصمة الطلاق ولا العنوسة، بتتجوز حد مش مناسب. طب لا تتجوز ازاي؟ تقول لك هتجوز واتطلق بس اسم مطلقة أفضل ما باسم عانس. هذا الأمر يعني ده بيضخ للمجتمع أطفال وبيضخ للمجتمع مشكلات وبيولد مشكلات للزوجة وزوج. واحد، الاختيار 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 هو الأساس. الاختيار المناسب، البعد عن التقليد، لأن في بعض الناس بتقلد بعضها. لو واحدة زوجت عرفي فممكن تجيب صاحبتها كنوع من أنواع التشجيع أو الدعم ليها نفسي، فممكن تقدر تسيطر على حد تاني. فاحنا يا جماعة مش عايزين نقلد في هذه الأمور بالذات اللي بتمس يعني بتمس كرامتك
كزوج كأم أو كزوجة في المستقبل أو بتمس كرامتك كمرأة أساسا. يعني أنا رسالتي مع حضرتك لا تلجأي للزواج العرفي ولا تلجأ للزواج العرفي ودقق في اختيار الزوج المناسب. في نهاية حلقتي بشكر ضيوف الأعزاء المستشارة هيدي الفضالي رئيس محكمة الأسرة سابقا وجنايات الأحداث، شكرا جزيلا لحضرتك. الدكتور وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك. حلقة انتهت معاكم، كل الخير ليكم، أشوفكم إن شاء الله الخميس القادم. اللي عشنا وكان لنا عمر 8 مساء، سلام عليكم.